صباح طبعا لألكن بداية عالم صباح جديد اليوم الجمعة 29 حزيران 2018. قدي حلو الإنسان يكون عنده سلام داخلي وما عنده غضب. قدي منفكر بحياتنا أنه بدنا ننتقم. أفضل انتقام بالحياة هو أنكم ما تنتقموا. والانتقام الحقيقي لحالنا هي أنه نحمل الغضب بقلبنا ونمشي فيه. قدي أريح يكون عنا هيدا السلام والرواء والمسامحة. طبعا بتحاولوا دايما تنتقموا لتكبوا اللوم على غيركم، ليكون في عندكم العتب الدايم بالحياة انه غيرنا هو اللي اذانا، مش نحنا اللي كانت مسؤوليتنا اقل. بدكن حريتكن سعادتكن ونجاحكن، ما تنتقموا، كملوا طريقكن لقدام. اذا بدكن تخلوا اللي اذاكن يربح، فكروا بالانتقام وقفوا محلكن، انسوا المشكلة وكبوا ورا ظهركن وحاولوا ما تفكروا بالانتقام، حاولوا تكملوا حياتكن. هيدي افضل طريقة لانكن تنتقموا وتحطوا مثل ما بيقولوا بحصة بعين اللي عم بفكر يأذيكم. قوموا اتحركوا، ما تسكعوا محلكم وتقولوا صار فينا هالمشكلة، لأنه نحن عنا كتير كلنا سوا مني وجر عنا هيدي القصة أنه ايه غيرنا إزينا كبينا اللوم عليه، مش مسؤوليتنا مسؤوليتهم. هيدا العتب وهيدا كب اللوم عنا هي دايما بحياتنا، لا مش ضروري أبدا أبدا أبدا. حملوا حالكم وكملوا طريقكم بسلاسة وبرواء، هيك بيكون افضل انتقام. بدكن تنجحوا بدكن تستمروا، بدكن الحرية بدكن تستمروا، بدكن الحل انتو الوحيدين اللي بتلاقوا الحل. كبوا ورا ظهركن. دايما منفكر بطفولتنا انه رزق الله على ايام الطفولة، لكننا نعمل مشاكل، ليك ما كان عنا مسؤوليات. نفس الشيء كل ما تتقدموا بالعمر رح تقولوا رزق الله على السنوات يلي مرقت باي عمر اللي كان. طب ليه ما بتحاولوا تستفيدوا بكل لحظة بلحظتها وتعيشوا هلأ اللحظة ونجاحاتها وسعادتها، وتنسوا الماضي وتنسوا الانتقام وتنسوا انه تكبوا اللوم على غيركم. كتير هين انه نكب على غيرنا المسؤولية ونقول ان احنا مرتاحين وما خصنا. بالعكس شكروا اللي اذاكم، لانه اللي اذاكم علمكم درس بحياتكم ما بينتسى. بس اذا ما تعلمتوا هالدرس بتكونوا عم تنتقموا من حالكم ونسيتوا الانتقام. افضل طريقة بالحياة للانتقام هي انكم ما تنتقموا، صدقوني. سؤالي على صفحة الفيسبوك له علاقة بالموضوع، هل بتفكروا بتتمسكوا بالانتقام او بتنسوا الموضوع وبتكملوا حياتكم وطريقكم لتوصلوا لهدفكم يلي حطونه براسكم للنجاح؟ طبعا جاوبوني وخلينا ناخذ من خبرات بعض. من هلا لغايه الساعه 12 لتلت تقريبا بتوقيت بيروت رح يكون عندنا نهار مع ضيوف وفقرات عودتوا تشوفوها يوم الجمعه، كمان يوم الجمعه بيكون مختلف شوي استثنائيا، بنختم شوي بكير لنقل وقائع صلاه الجمعه مباشره من مكه المكرمه. تواصلوا معي عبر الفيسبوك عبر رقم الواتساب 03-010-533. ما تتحركوا من قدامي، خليكم معي، رح نتواصل بشكل دائم. اي شيء بتحبوا تبعتوا لنا اياه، اي اقتراح، انا ناطر على رقم التليفون اللي اعطيتكم اياه من شوي. شيف صباح الخير. صباحو. انا كل شيء بكب ورا ظهري وكل شيء ما بنتقم فيه بنسى، يعني عندي سلام داخلي عايشه، ما بفكر انتقم من حدا، كمل حياتي مطرح ما انا بدي. انا كمان جزيلا. بس عندي هدف واحد بالحياه. شو هو؟ اني هيك ركب لك الجمل يلي بتقولها يكون فيها فعل واحد وفاعل واحد ومفعول به، حرف جر واسم جر. كنت تدرسهم بالقواعد هو؟ اكيد. ايه؟ يلا بس ليه ما بتضلك هيك مثل الصبح؟ كيف؟ ليك هيك، ليك الرواق، ليك البراءة، ليك هيك الهدوء. يعني الطفولة على وجهك الصبح، بس ما بعرف شو بصير لك، بس اخذ بريك وارجع لك ما بعرف شو بصير لك، تتحول. عم تحكي جوزيف انت عن السلام الداخلي، طبيعي يكون رايق. اها. وانت عندك لا صاير جوابك تحت باطك مش عاجبني، يعني بعت فيها الكرسي ما اخذتها يا خي. تعا تعا يا خي. لا لا انا محلي هون. ما بعرف اذا حدا عم بلبيك بدينتك ولا انت صاير سريع البديهة. لا لا سريع البديهة. هيك صاير سريع. والله خلينا رودي كمان. لا صاير بنخاف منك يا سريع البديهة خي. الشيف المذيع حسين عبد الساتر بيلبق له، الاعلامي حسين عبد الساتر. اي بتفضل شيف ولا اعلامي؟ شيف شيف شيف. انا شيف. اعلامي انت اعلامي انا شيف. شو بحب ليك بس قول قول مثل ما انا بقول بشرفك. قول كيف انا بقدم البريك؟ روح مع بريك جدا اصيل. لا مش مظبوط تقول احسن. يلا كيف انا بقدم البريك؟ لكن مشاهدينا مع نروح مع بريك جدا قصير وبنرجع سوا. ولا اهضم انت. ايه لك بتبلش. صباح الخير اطلالة يوم جديد، هذا برنامج عالم الصباح.
هيك عم شد بصير عم شد يعني قد ما حبتي للمشاهدين طبعا وين ما كنتوا بلبنان والعالم العربي هيك بدي اياها تطلع من قلبي يعني بشد لتطلع من قلبي تخيل كل واحد عنده طريقه بالحياه عم تمسخر علي شاف ما في شاف اليوم رح كمل انه ولا انت بتقبل ما يكون في شاف انت بس انه انت بتحب هالطريقه ولا لا اكيد بحبها طيب اذا هيك اوكي شاف شو عندنا اليوم اليوم في عنا سلطة الحبوب مثل ما قلت نهارنا قصير وايضا في عنا دجاج بصلصة الباربيكيو كمان هيك بدي اوعد كل المشاهدين انه راح نحضر باخر فقرتين من فقرات رشة ملح وصفتين كمان حبان الحلو والمالح لكن كيش حلو وكيش مالح هون راح نحضرهم باخر فقرتين من فقرات رشة ملح اذا مع الشيف راح نلتقي عدة مرات وانا وياك شو بنقول للمشاهدين تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمل والابراج يلا صباحكم الخير يوم الجمعة 29 حزيران يونيو واليوم القمر بعده مرافقنا من برج الجدي الترابي الأجواء حلوة للأبراج الترابية موالي برج الثور الجدي وكذلك موالي برج العذراء كيف رح بيكون هنهار على كل الأبراج منبلش مع برج الحمل الجو عندك متقلب الجو عندك منه صافي 100% المسؤوليات كتيرة حضر حالك يمكن اليوم لهالنهار يلي بتكتر فيه متطلبات سواء كانت العائلة أو الأمور الشخصية أو حتى وضع يمكن مستعجل له علاقة بالشغل تبقى المواليد الأوفر حظا بالرغم من هيدا الجو مواليد 7 8 و 9 نيسان أبريل بنتقل لبرج الثور انهار بعتبره جيد جدا بالنسبة لك بل من الايام الايجابيه جدا يلي بتخلي مولود برج الثور يكون نجمه قوي ساطع قادر تتحرك بسهوله قادر انه انت تقرر شو بدك شو ما بدك بيطلع بايدك اليوم كثير ناس باجازه كثير ناس عم تشتغل بجميع الاحوال وين ما كنتوا اليوم نهاركم مشرق جدا وايجابي وبتكثر فيه الحظوظ خاصه عند مواليد 26 27 نيسان ابريل 11 12 ايار مايو وكونوا حذرين انتبهوا من بعض يمكن التغييرات يلي تلوح في الافق 22 23 نيسان ابريل بنتقل لبرج الجوزاء مولود برج الجوزاء خليك ماشي على الاصول حتى لو حدا حمسك او حتى لو حدا دفشك لا تجرب تزعبر شوي الاجواء اليوم ما بتحمل كل هالامور خليك ماشي مثل ما لازم ويمكن لازم تطلب من شخص يكون يعطيك نصيحه تساله رايه ما تتكبر وانتبه ايضا من ملفات واوراق لازم تكون حاملها او شاغلها الأنشط هو مولود 18 19 و20 حزيران يونيو بنتقل لبرج السرطان بكرة أفضل من اليوم ما معناتها اليوم سلبي لكن اليوم بتحس حالك أنه انفعالي منفعل بسرعة كلمة ملاحظة إشياء صغيرة بتحطك أعصابك مش بالضرورة الجو يكون سلبي فيك تتعرف على ناس جديد يمكن تشيل ناس من حياتك أشخاص تعرفهم بتحس إنه ما لازم يكونوا بقى بحياتك أو إلى آخره بجميع الأحوال اليوم نهار في باور في طاقة كتير كبيرة حاول إنك تضلك مسيطر عليها مش هي اللي عم بتجرك نحو الانفعال الخلاف والجدال الأكثر حظا 5 6 7 و 8 تموز يوليو بنتقل لبرج الأسد مولود برج الأسد نصيحة فلكية ما تأجل أي شيء ما تأجل أي شيء شو ما كان هالشيء صغير كبير صعب معقد ما تأجل أي شيء لثلاث أيام اللي جاي اليوم نهار بالرغم من كل تعبه وكل سألته وكل يلي ما قاله طعمه فينا نقول بيضلوا أفضل من ثلاث أيام الجايين فهيدا اللي بيقول لك إيه اليوم وشوف أنت شو بدك تعمل لحتى ما تنزع عطلة الأسبوع وما تنزع توقعاتك أنت بتضل هنالك حظوظ لا بأس بها عند مواليد 10 و11 آب أغسطس بنتقل لبرج العذراء انهار بعتبره حلو كتير لأنه الشمس موجودة ببرج صديق لإلك برج السرطان القمر موجود ببرج ترابي صديق لإلك يفسح في المجال لمصالحة لتلاقي لحب لرومانسية لأجواء حلوة دافئة لنجاحات بالشغل وبحياتك الاجتماعية الأكثر حظا مواليد آب أغسطس 13 و14 أيلول سبتمبر كمل مع برج الميزان مولود برج الميزان بكرة بترتاح
اليوم نهار تقيل مزعج، يمكن انت مريض، يمكن انت مهموم، يمكن حدا بعائلتك متعبك عتلين همه، يمكن في عندك مشروع عم بتضب له تسافر، عم بتضب له ترجع، عم تشتغل على مسائل عائلية. كل هالكركبة هاي بالنتيجة حاول تحافظ عليها، ما تخليها تجرك نزول، لأنه بكرة وبعد بكرة رح بتكون مبسوط ثلاثة أيام ورا بعضها. أكشلي الأوفر حظا 6-7 أكتوبر بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب تملك من الطاقة ما يكفي لحتى تشيل وتحط اللي بدك اياه، لتقلب الطاولة على ذوقك 180 درجة، فيك تشيل وتحط وتعمل اللي بدك اياه. الأجواء جيدة، الأجواء حلوة، ونصيحة اليوم بيضلوا أروق من بكرة. ما بننسى أبدا، ما لازم تنسى أنه الشمس موقعها في برج السرطان حتى 22 تموز يوليو هي اللي عطيتك كل الحظوظ. هلأ ما معناتها أنه ننزع الحظوظ ونعمل أخطاء، فانتبه، استفيد من الأجواء الجيدة اللي مرافقتك اليوم. 5-6 نوفمبر 29-30-31 أكتوبر بعتبرهم الأكثر حظا. بنتقل لبرج القوس. أجواء حلوة لا بأس بها عن مولود برج القوس، منه تنقول 10/10، 8/10 حلو، 7/10 كمان لا بأس به، أجواء جيدة. انتبه فقط من المصاريف، انتبه ما تزيد على حالك تكبر مشاريعك، لأنه لازم تعمل حساباتك. الأجواء بحاجة إلى دراسة أكثر، يمكن تربح، يمكن خبرية حلوة بالنسبة لك قد الدنيا. بتبقى مواليد 9/10/11 ديسمبر الأكثر حظا. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي حان الوقت لحتى تبت بمسألة علاقة أو شراكة تبت فيها، بدك تختصرها، بدك تنميها، بدك تكبرها، أنت بدك تقرر. يمكن تكون كمان بدنا ناخد الناس على عقدها، عقد عمرها، يمكن يكونوا ولادكم مواليد برج الجدي، يمكن يتعرفوا على أشخاص جديد، على رفقات جديد، على هواية جديدة، وبالتالي في ضوء أخضر لألك مولود برج الجدي بخليك تتعرف على ناس جديد. الأكثر حظا مواليد 24-25 ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. بعده الجو بطيء، مجلد حتى، مفرز، ما في شيء. بكرة القمر ببرجك، فبالتالي أي تحرك بكرة مش اليوم. إذا صار لك جمعة ناطر جواب، اليوم ما في جواب، بكرة وبعد بكرة وبعد بعد بكرة. إذا اليوم نهار غير مناسب لحتى تحوص، لأنه حوصتك ما راح توصل الاتصال، وإذا وصل الاتصال أو الإيميل يمكن تقول يا ريت ما اتصلت فيهم، لأنه تطلع السلة فاضية. فأكون حذر، انتبه من المشاكل، لا سيما مولود 29-30 كانون الثاني يناير، كونوا حذرين من السرعة من المشاكل تماما كليا. كمل مع برج الحوت. أكيد مش بكرة، بكرة القمر برج الدلو، وبالتالي أنت بتصير على الرف، بتقعد على جنب. اليوم نهار في كتير ديناميكية بالنسبة لك، بتحرك حياتك فوقاني تحتاني بطريقة كتير إيجابية، وبكرة بترتاح. الاتصال بده يصير بعطلة الأسبوع بهالأربعة أيام، اليوم بده يتم، وإلا بدك تنطر حتى لنهار التلاتة أو الأربعة، يلي هن برأيي من أجمل الأيام، بس شو بيكون صرنا بالشهر الجديد. إذا اليوم نهار مناسب لحتى مولود برج الحوت يختم شهر حزيران يونيو، ما تنطر لبكره بتندم. الاكثر حظا مواليد 27-28 شباط فبراير 3-4 اذار مارس. وبختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم انه بانتظارك سنه فيها كثير تقلبات وتغييرات، العلاقه بشراكات، بصداقات، بمعارف، ويمكن حتى باماكن تواجد انت بتكون فيها، ضروري تهتم بهالموضوع خلال هيدي السنه، ناس بتروح، ناس بتجي. تموز يوليو اب اغسطس تشرين الثاني نوفمبر كانون الاول ديسمبر ثم اذار مارس من افضل الاشهر. الى اللقاء بكره ابراج جديده، باي باي. شكرا يا كارمن، وشكرا على التفاؤل لكل الابراج. تبدو نهار حلو، بريك وبنرجع مع هادي على الموضه. إذا نعود معكم لمتابعة عالم الصباح على اليوم، ونبدأ فقراتنا مع هادية علمودة وضيفة مع تصاميم لبنان محفوظ.
صباح الخير لكل مشاهدينا، واكيد مع حلقه جديده من فقره على الموضه. مثل ما على طول بفقره موضه عودناكم اكتشاف المواهب الجديده. اليوم عندنا ضيف مميز خاصه بالتصاميم تبعيته، وخاصه من لما ابتدى اللاين اللي اطلقه كان مميز، كان اول لاين بلبنان ليكون متوجه لليونيسكس، يعني للسيدات والرجال بنفس الوقت. طريقه اللبس اكيد بترجع لكل ستايل، لكل شخص كيف بحب وكيف بحط الاشياء مع بعضها. عن مين عم بحكي؟ عن لبنان محفوظ. صباح الخير لبنان. ابتديت من البدايه باللاين تبعك اللي اسمه بيرفرس. بيرفرس يعني الليبل للاثنين، شو اسمه المجموعات. وبنلاحظ انه ايزي تو وير لكل الاوقات من بكره لعشيه. إذا فينك تخبرنا 3 سنين من الخبرة، وأكيد أنت كنت من المصممين يلي كانوا ضمن ستارش فاونديشن، واللي هلا قريبا رح يحتفلوا بعيد ال10 سنين، وأكيد مجموعتك كمان موجودة بالجروب تبع ستارش. على كل حال خبرنا أول شيء للأشخاص يلي ما بيعرفوا الماركة، شو بيعني بيرفرس؟ أوكي. سو انا بعد ما خلصت عملت درست اسمود فاشن ديزاين، خلصت 2011، اشتغلت عن ديزاينرز بلبنان، بس قررت انه اطلع من لبنان. اشتغلت باسطنبول، اشتغلت بالهند، اشتغلت بالصين وببانكوك، باكثر من شركه يعني للفاشن. لا اعرف انا شو بدي اكزاكتلي، فبعد لحدت الهويه تبعيتي. ولما رجعت على لبنان لقيت انه نحن ما عندنا براند هي هالقد يونيسكس، وكنت دائما اقول انه فيها تياب بتكون ويربل الاثنين سوا، لانه هيدا الفاشن هيك عم بيروح هلا، لانه انا بعتقد سون حيصير ما بقى في فاشن ويك فور مان اند وومن بالريدي تو وير، يعني تحديدا اصلا هيك عم بيصير. في ناس عم يعملوا فاشن ويك للاثنين بنفس الوقت. اكزاكتلي. بمجرد ما انه الشغله تكون ويربل الاثنين سوا هيدي بتعتبر يونيسكس. وبلشت البراند تبعي حيصير له 3 سنين تقريبا بنوفمبر، اند وكانت كثير انه شيء لانه جديد، يعني هلا عم نشوف كثير صار في جندر نيوترال براندز يونيسكس. كثير منبسط لما اشوف انه هيك عم بتروح الفيجن تبعت العالم. مزهور. لانه مثل ما انت هلا لابسه هادية ديسكارديجن من عندي، واريدي عندك قصص ثانيه من عندي وتلبسيها دائما، بس انه مثل ما بيثبتوا عليك فيهم يثبتوا على جاي. يعني نحن ما عم نقول كل الشباب والبنات لازم يلبسوا هيدا ستيل، بس انه ستيل فيه قصص تثبت فور بوث. بالاخر مثل انه ستيتمنت، مثلا هيدي المجموعه اللي عملها هيدي ان بارتيكولر، مثل فينا نعتبر انهم ستيتمنت بيسز، وهيك بيغيروا لفتره الصيفيه. للصيفيه. على كل حال خلينا نشوف بعض الصور وتخبرنا اكثر. هلا انت كيف تشتغل كالبراند تبعك؟ تشتغل كمواسم اما لوك على مدار السنه بتزيد قطع؟ هلا انا يوجوالي بعمل في مين تو مين كولكشنز بعملهم كل سنه، يعني هيدا هلا الكولكشن اللي عم نحكي عنها كانت كابسول، يعني بعمل لك انه هيدي كابسول وهيدي مجموعه للصيف. للصيف هيك صغيره. انا عاده الصراحه هذا كثير بحب اشتغل على الشتوي، لانه الشتوي في بقلبه شغل اكثر، في بقلبه حتى وأناقه اكثر، حتى الكلاينتس العالم دي انفست مور على الشتوي، يعني بحطوا بخزنتهم قطع كثير بالشتوي. بالصيفيه الواحد بيكون بده تي شيرت، بده ما بعرف انه بده شيء قد كثير سهل، بده شيء كثير سهل، فبشتغل اكثر على الشتوي. هيدي كابسول كولكشن عملتها، وصراحه مثل ما بتعرف انه انا دائما بستعمل بلاك، بركز على البلاك. ان ذيس كولكشن انه اي سو فتنا باجواء افريكان، ويمكن قبل كان ما يعجبني هيدي القماشات، بس شفتهم كلهم مع بعضهم قلت ليت مي تشالنج ماي سيلف، اند وات فاشن اذا ما كنا عم نعمل تشالنجينج كل وقت وعم نتسلى. اكزاكتلي. وكمان الزباين هالايام اللي بدهم تغيير، حتى ايام تحس الستايل عم يقلب. مثلا انا كيف لابسه؟ مثلا لابسه هيك توتال كحله مع اسود، وهي وزيدتها انه لابقه كثير، ايفن دو كمان انا مثل من الاشخاص اللي اكثريه بلبسه اسود. yeah. بس حلو ايام هيك نطلع، وخاصه عالم الموضه بالاجواء الفن والاشياء الغريبه. مزبوط. عم نلاحظ انه عم نتقبل صرنا. مزبوط مزبوط. وهلا كمان هالصيفيه كثير مسابق انه دارج هالافريكان، يعني الواكست فابريك. اي ديد ريسيرش لما عملتها، وكنت انه خايفين كيف بدها تطلع، بس الفيدباك كان كثير حلو. لانه وليش افريكا ما لقيت مثلا مثل فار ايست؟ لانه بنعرف مثلا بهالمناطق مثلا فار ايست افريكا
في استعمال للالوان القويه كثير. إيه؟ خبرنا اي منطقه بافريكا اما ان جنرال؟ لا هيدي كلها ان جنرال افريكا، لانه القماشه هيدي معروفه بافريكا الواكس فابريك، يعني انا لقيت افريكا اكثر بالقماش. هلا الفار ايست اكثر كثير ريتش الكلتشر، بعتقد هيداك بده كولكشن لحاله تندرس، يكون في بقلبها اكزاكتلي، يكون في بقلبها تطريز، يكون في بقلبها شيء افريكان. انه هول الفابريكس وهن كمان بصراحه تريكي، يعني القماشه فيها تبين توتالي تشيب وفيها تبين مرتبه. مزبوط. فكثير اشتغلت على كيف تمزجهم مع بعض، كيف مزجتهم الفينش، والخياطه والخياطه، كيف دخلت الجروجرام بقلبهم للبيسز ليكون شوي هيك قطن لوس بيسز ايزي تو وير، يعني هذا كان الهدف من وراء هذا الكلام. ودخلك كيف تعمل مثل كاستم ميد مثلا، اذا مثلا من هدول الموديل مثلا مثل هذا الكارديجان اللي انا لابسته بدي اياه على طويل، في نعمل هيدا الشيء ام لا؟ المجموعه اللي موجوده هذس بارتيكولر كولكشن مثل ما هي بتنباع؟ This is the particular collection and you have to know something. هذا قماشات منها في وحده، يعني من هيك عم ما في عندي انا قماشات، هدول كل وحده في منهم one piece. انا جبتهم كانوا like 1 متر each وانا لعبت فيها، بس كل وحده piece one unique piece، يعني ما عندي fabrics لهم. وبصراحه ما كثير بدي اعمل منه لانه ما بدي تصير هيدي انه لبنان ذا افريكان كولكشن، خلص اتس كابسول بتمرق وبيجي من بعدها الوينتر كولكشن. يعني هلا ام وركينج اون ذا وينتر كولكشن تبعيتي واللي حتكون بانك، وام سوبر اكسايتد لانه اتس غانا بي بلاك ميكست وذ تارتان، سو اتس يعني اتس سكوتش على بانك. ام سو فيلينج ذس. وانا هلا اللي هي هيدي الويف البانك روك رجعه بقوه كثير. I'm feeling it. هلا انا عم بحسها، يعني انا بصراحه بشوف شو هلا لما مثلا للزباين اكيد اللي مثلا بحبوا مثلا الماركه تبعيتك بيربرس، اوكي شافوا هاي الكبسول انه طلعنا من الاسود، هلا بنرجع على بنرجع إيه؟ على الاسن. اكزاكتلي. بيربرس معناتها كل شيء unexpected، يعني انا ما بدي حدا تو اكسبكت، انا اتس ماي فاشن، اي دو شو بحس، ما في نور، ما في قانون معين بالفاشن، دو وات يو فيل، يعني ما في exactly. شو بتحس اعمل. انا هلا حاسس الالوان إيه. بعدين ارجع عشتفي برجع على حسب خلينا نشوف هيك كمان في عندك موديلات غير الكارديجان، هون نشوف الشغل الدقيق وكيف عن جد كيف عامل الكولاج وين في كان في هون عم بتخبرني عن التوتال لوك. اوكي هيدا اتس لايك ادريس، في لبس دراس، في لبس توب فور ذا بيتش، خلطتهم اثنيناتهم القصات مثل ما شايفين من قدام ومن ورا بيجوا بالعكس، يعني من قدام البرنت هيك من ورا البرنت بيجي مثل في شيب. في شيب. بدي بس لبسك قطعه شوف بس هيك لنفرجيها انه كيف كمان حتى مثل كيف مثلا بالعالم العربي العبايه هون بنشوفها على هيدا الطول انه مع هيدا الطول وذ جينز وذ وايت تي شيرت انه في هذا التوتال لوك بلاك كمان والظهر مثلا تبعها من هون البرنت حطيتها بالظهر عملت لها قصه بالنص انا مثلا هيدا. مثل هيدا مثلا هلا لانه كثير انه يو كان بلت ديفينتلي بحط لها مثل زنار طويل ضعيف طويل ضعيف بلاك يو كان ميكس ات يعني يو كان ستايل ات ان يور يعني هون في نقول عن جد مجموعه كثير فريش. ابو حال ثانك يو فيري ماتش لبنان، نتشكرك كثير، اكيد بنتمنى لك كل التوفيق. ثانك يو سو ماتش. وانا ناطره بفارغ الصبر مجموعه البانك كولكشن، لان هيك عامله مثل سورت اوف نوستالجيا وبعده هيك الستايل تبعي كمان انه البانك روك فيني اعتبره. وهيك مع لبنان محفوظ وماركت بيربرس بنوصل لنهايه فقط على الموضه، وهلا اكيد كنتوا عم تشوفوا الانستغرام اكونت فيكم تفوتوا تتواصلوا مع المصمم دايركتلي، واكيد فيكم تروحوا على البوتيك ستارج محل ما موجوده هيدي المجموعه اللي موجود ببيروت سوكس. هلا بننتقل لجوزيف يخبرنا شو بعد في عنا بعالم الصباح. هادية ثانكيو للبنان، بريك وبنرجع خليكم معنا. إذا عودي معكم للمتابعة، كل يوم جمعة مثل هالوقت تلتقوا بكارلا بموضوع جديد، وموضوعنا اليوم إنه عادات نخلي أولادنا يختاروا الغذاء الصحي الصحيح. صباح الخير. صباح الخير.
صديقك اليوم عم بيقلدني على انا كيف بقدم البريك. زبطت معه؟ لا ما حدا في يقلد جوزيف بليز بليز. خلص جوزيف عنا سيجنتشر خاصة لجوزيف، شاف مع كل محبتي ما بيتقلد جوزيف. بس ما هيك؟ سمعت؟ ما كتير تنفش ريشك، هلا وقت انا انفش ريشك. شوف كارلا بصف مين اليوم؟ يعني على كل حال اليوم الموضوع كتير بهمه لجوزيف، بقى مشان هيك رح نكون بصف بعض اكيد مثل ما قلت جوزيف، رح نحكي عن شو الطريقة لنخلي اولادنا ياكلوا اكل صحي، خاصة انه هلا جوزيف عالميا مش بس بلبنان، مش بس بالمنطقة العربية، مش بس باوروبا، يعني بكل قارات العالم نسبة السمنة عند الاطفال عم بتزيد، يعني تقريبا معدل بتلاقي بين اعمار الاولاد اللي بتتراوح عمرهم بين 9 و11 سنة عندك من اصل 3 اولاد ولد بيكون عم بيشكي من وزن. ليش هذا العمر بالتحديد؟ لان هذا العمر هو بيسبق المراهقة ودغري بيجي بعد الطفولة، عمر الطفولة اللي هن اذا بدك 7 8، فعلى 9 بيكون عم بيحضر للمراهقة، واجمالا الولد طبيعي يزيد وزنه شوي قبل المراهقة لان بده يعبي شوية دهون لحتى يطول، لا بسموها هيدي شبة الطول او باللغة الانجليزية growth spurt، بتصير بعمر المراهقة، يعني مثلا عند الصبايا لنقول على بين 11 او تقريبا 11 12، عند الشباب 13 15، فطبيعي جمعوا شوية دهون، انما هلا هل زيادة عم بتصير كثيرة واكثر عن حدها، فتبين انه اذا نحن بدنا نطلع على العادات الصحيحة او العادات المنيحة، هي مش بس لحتى ما يزيد من وزن او الحد من زيادة الوزن، بس لانه بدنا اياهم كمان يتوقوا من امراض كثيرة، امراض مزمنة، عم نشوف امراض قلب وشرايين، ضغط دم عالي، سكر عند اولاد عمرهم 14 سنة، أوكي. فإذا بلشنا بكير حتى قبل 11 سنة كمان بيكون أحسن. سؤال بقى قبل ما تبلشي وتريد تحكي، اللي هو لازم نجبر أولادنا ياكلوا بهالعمر إذا ما بياكلوا مثلا؟ لا رح نحكي عنهم، أوكي. رح نحكي عنهم هلأ بالتفاصيل. هون بدي أشكر طبعا اليوفيك المنظمة الأوروبية للعناية أو للتوعية بالغذاء الصحي والصحة عامة، يلي استعرنا الانفوغرافيكس اللي رح نفرجيهم، كثير مهضومين مشان هيك بدنا نقول نحن انه بدنا نركز انه وقتا نحن نحكي عادات صحيه هن تحديدا لانه بدنا الولد يربى سعيد، نعم. بدنا اياه يكون بصحه جيده وكله نشاط وحيويه، واهم شيء يكون عنده ثقه بنفسه، يعني انا وقت اكون عندي عادات غذائيه ما عم بتطلع بالوزن، هلا عم نتطلع بس الكواليتي اوف لايف او نوعيه الحياه عند الولد كيف بدها تكون، نعم. فنحن ضروري نركز انه ما نطلع وزن، نركز انه انا وقت احكي مع الولد بدي افسر له انه انت لازم يكون عندك نشاط، لازم تكون مرتاح وعندك ثقه بنفسك، ونحن بنعرف قديش زياده الوزن ممكن تخلي الولد يحس باحباط او ما يكون عنده ثقه بنفسه. هلا وقت نحكي عن المشاكل الصحيه او زياده الوزن، ليش جوزيف اللي حكينا عنهم هلا قبل شوي، لازم نقول انه الاولاد بعمر مبكر يعني حتى بعمر ال 11 12 13 ممكن يشكوا من المشاكل الثانيه وراح نشوفها سوا، يعني انا وقت يكون ابني او بنتي عندها وزن زائد عندهم 60% خطر يصير عندهم مشكله من المشاكل الثانيه او السكر من النوع الثاني يلي ما بيعتمد على الانسولين يلي انت بتاخذ له ادويه، وبهالعمر نحن بنخاف نعطي كثير ادويه، بصير الاولاد يلي عندهم وزن زائد بصير في عندهم ضيقه بالتنفس وخاصه بالليل وهيدي كثير خطيره، ممكن يصير في عندهم ضغط دم عالي، وشفناها بحالات كثيره اولاد عمرهم 14 سنه بيشكوا من ضغط دم مرتفع بسبب زياده الوزن يلي عندهم، وطبعا بعض الاورام السرطانيه ولا سمح الله الوفاه المبكر، يعني كمان صار في وفيات مراهقين ب 18 17 18 19 سنه من وراء الاوبيزيتي او من وراء زياده الوزن، نعم. فالمشكله كبيره، المشكله الصحيه كبيره، ونحن لازم مثل ما بيقولوا ناخذها بجديه، فكمان مره مثل ما قلت اول ما بلشنا انه نحن نسبه السمنه عند الاولاد عم بتزيد،
تقريبا كل من كل 3 اولاد عندنا ولد في عنده وزن زائد. بلبنان احنا منا بعاد عن هالمشكله، نسبه السمنه عند الصبيان اكثر من عند البنات بهيدا العمر ال 11 سنه 9 ل 11. نعم. وكمان بالبلدان العربيه كثير في عندنا نسب وزن زائد وسمنه، ان كان بالكويت، بالمملكه العربيه السعوديه، بالامارات المتحده العربيه، يعني كلنا مثل ما بيقولوا جاي الموس لرقبتنا. نعم. فشو لازم نعمل؟ 10 طرق لحتى تساعدنا نخلي الولاد ياكلوا بشكل صحي. اول شيء بدنا دائما نشجعهم ونقول لهم برافو، ونقول لهم انتم برافو شاطرين، يلا تحركتوا عملتوا هيك، من دون ما نجيب سيره الوزن. وهي برجع بركز عليها 100% انه انا ما بدي ضل نحط مشكله الوزن بالاول، ما بدي اجيب سيره الوزن، بس يعني هي بتكون بتخلق عندهم مثل عقده يعني. صحيح. ونحن نصير نعززها للعقده. صحيح. ثاني شيء نحن بنقول انه نكون القدوه. نعم. يعني اذا انا ملقح على الكنبيه وعلى على الواتساب، نعم، اكيد وقول له لابني تقوم اركض قوم اتحرك حاجه قاعد، لا بدي اقول له يلا هيدا نروح سوا نتمشى، يلا هيدا نروح سوا نستاجر بيسيكلات، او حتى اذا شايف اهله عم يمارسوا الرياضه بطريقه منتظمه يعني هن بده يعتبروا انه هذا شيء من اساس الحياه. صحيح يعني. صحيح. نعم. كثير مهم كمان انه نحن وعم نروح نشتري اغراض البيت للاكل ناخذهم معنا لحتى يختاروا الاشياء اللي هن بيحبوها، يختاروا اذا اختاروا مثلا يتحمسوا على السبانخ. نعم. غير ما انه انا اكون شاري سبانخ او كوسه او الى اخره. نعم. بقى هيدول كتير مهم انه نخليهم يشتروا معنا الاغراض، وكمان نخليهم يطبخوا معنا، وراح نخصص حلقه كامله. نعم. عن الطبخ. وهون جوزيف طبخ مع الولاد. جوابا لسؤالك، هل بجبر الولد ياكل؟ بهالحاله بتحل مشكلتين، الولد اللي ما بياكل وما بيحب يدوق وقت يشارك معك بتحضير الأطعمة بيتحمس يدوق، إن كان ما بيأكل كتير أو ما بيحب مثلا يأكل الخضرة، هيدي طريقة حلوة إنه أنت تشجعه. هلا مش الكل عندهم الفرصة إنه يخلوا يطبخوا معه، إذا صارت صارت، بس إذا ما صارت يعني إذا ما بيأكل هذا لازم نجبره ولا خلص تطلع راحته؟ لا لا ما بنجبره أكيد. بس هو لا رح نحكي عنه، ما بدنا نضيع وقتنا اليوم، بس هو وقت أقول خلي الولد يساعد بالمطبخ مش إنه ينقر لي الكوسة ويضيع لي وقت، بس إنه لازم يكون له عم يشارك. هلا كتير مهم إنه على القليل مرة بالنهار ناكل وجبة كلنا سوا لحتى. نعم. كمان نحكي ونتسير سوا، ناخد بالحصص تكون الحصص صغيرة قد ما فينا، ما نعبي لهم صحنهم أكل، إذا بدهم منرجع منزد لهم، لأنه الولد ممكن يشبع أسرع من ما نحن منفكر. نعم. وكتير مهم كمان انه ما نقول له اذا اكلت خلصت الكوسه بيطلع لك بوزه على القافيه، كمان ما بده ياكل صحن الكوسه ما عليه، بس ما بنشجعه بنقول له اذا بتخلص الكوسه بيطلع لك البوزه، يعني كانه انا عم بقول له السبانخ او الكوسه او اي شيء مش طيب، مش هيك بدي اعطيك انا مكافاه لتخلصه، فاذا ما خلصوا اوكي ما خلصوا، بس ما بربطهم ببعضهم. دائما تذكروا انه المي هو الشراب الوحيد او السائل الوحيد اللي جسمنا بحاجه له، منا بحاجه لعصير ابدا، لا طبيعي ولا معلب ولا ما يحزنون، واذا قالوا لي حرام بيعطش يشرب مي. مع الاكل ما عليه، بس ما يقولوا لي بدي اعطيها لخلصت المدرسه، بس انه ما في ياخذ الساندويتش بلا ما يشرب مع عصير، ليه ياخذ مي. نعم. اوكي. ودائما نتذكر جوزيف انه ما نضلنا قاعدين قدام الشاشة، عدة شاشات عنا، قد ما فينا ننبه الولد ومن هو وصغير ما نعوده يتكل على الشاشة. بعرف انه اوقات بدنا نخلص من اولادنا بنحط لهم تلفزيون او بنعطيهم الايباد نكون نحن مشغولين. نعم. بقى ينتبهوا. واخر شيء مثل ما مبين معنا جوزيف ما بعرف قديش هو واضح، خلوا اولادكم يناموا بشكل صحيح. صحيح. يعني بس بسرعة تقلكم انه يلي عمرهم بين 6 و 13 سنة الولاد لازم يناموا بين 9 وال 11 ساعة. مين؟ نعم. من هالولاد من عنا عم ينام 9 او 11 ساعة؟ التين ايجرز الى 14 ل 17 سنة لازم يناموا بين 8 ل 10 ساعات، انجا عم بيناموا 7 ساعات لسوء الحظ. صحيح.
قلة النوم كمان احدى اسباب زيادة الوزن. ليه؟ لان الولد بيكون تعبان بده ياكل اكتر لحتى يصحصح بالنهار، وهو سهران بيكون عم بيلقمش كمان. تانكيو لك كارلا. وانا بدي اقول للمشاهدين كمان انه بخبرتي الشخصية اهم شيء العادات بالبيت، لانه اذا بتعودوا اولادكم على اي نظام صحيح. معين رح يمشوا عليه. شو موجود بالبيت هيدي كتير مهم، بس تروحوا على السوبر ماركت، يعني من المشروبات الغازية للحلويات والسكاكر والزبدة والسمنة، كل الامور عادي. ما تشتروا بالكميات الكبيرة، يعني انه اذا بدكم تشتروا جيبوا القطع الصغيرة والكميات الصغيرة. يعني شو منعود هني وصغار بيكملوا هني وكبار. هيدي مهمة. تانكيو لك كارلا. شو شيف بدك نجي لعندك ولا بلاها اليوم؟ شو اكيد. طيب قول سوري بس على صحة السلامة. ليه بده يقول سوري؟ طيب. ليه بده يقول سوري؟ هلا كنتي معي بأول حلقة. ليه بده يقول سوري؟ لحتى تشوفي قد ايه مظلوم معي. لا بدي اقول سوري لقلك. لقلك ليه بدي اقول سوري؟ لحظة، ليه بدي اقول سوري؟ ليه؟ لأنه قلدني الصبح. معلي مهضوم مهضوم لذيذ. ما فيها، ما بتضاين ثلاث دقايق معي يا شيخ ما. ومش الحق عليك، الحق علي اليوم انا جبت لها غراض تجي تطبخ انا وياهم. ما هيك خيي يا خيي قومي اطبخي معه. تفضل قومي هلا انت. انا جمعة الجاي وعليك خير. انا طالب انك تروحي لعنده على ال جمعة الجاي ان شاء الله. ان شاء الله؟ طيب اوكي، على الطاولة ما راح اشوفك جمعة الجاي. بريك. لا صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم عنا وصفات مثل ما خبرتكم، سلطة الحبوب ودجاج بالباربيكيو، وبآخر فكرتين عنا وصفات الحلو. طبعا رح نحضرهم الكيش، رح نحضر وصفة كيش حلو وصفة كيش مالح. أما هلأ مشاهدينا بدنا نبلش بطبق سلطة، سلطة الحبوب. بالنسبة لسلطة الحبوب هون بهيدا الوعاء، أول ما جيت الصبح عالم الصباح سلقت عدس، سلقت كمان برغل، سلقت قمح، كينوا، ومثل ما عم بتشوفوا في عندي ايضا مشاهدينا من الشوفان. هول كلهم سلقتهم بالاضافة للحمص المسلوق. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. حطينا حمص حب مسلوق، حطينا فاصوليا بيضة مسلوقة، وفاصوليا حمراء كمان مسلوقة، بالاضافة للفول. هاي المقادير لكان مثل ما خبرتكم عم تمرق على الشاشة. هون عم ضيف باقي المكونات لخليط الحبوب، لكن سلطة الحبوب مثل ما عم بتشوفوا حاطط فيها جميع انواع الحبوب. بعد ما ضفت هيدي المكونات رح استعين مشاهدينا بزيت الزيتون، كمان رح استعين بعصير الحامض، وايضا في عندي من خل البلسميك، كمان منضيف خل بلسميك ونخلطهم مع بعض بهالشكل. مثل ما عم بتشوفوا ركين، هيدي هي سلطة الحبوب، جميع انواع الحبوب المشكلة محطوطة فوق بعض. لكن مشاهدينا فينا نحن لهالسلطة، اذا بتحبوا ما تتعذبوا بالبيت فيكم تجيبوا من الحمص المعلب، الفاصوليا المعلبة بس، ولكن العدس لازم نحن نسلق العدس، وبعد ما نسلق العدس بنضيفه فوق المكونات. هون رح حط انا رشة ملح، كمان رح جيب من البندورة الكرزية. طبعا المقادير اللي شفتوها على الشاشة في رمان، طبعا فيكن تضيفوا لقلا ايضا مشاهدينا من الرمان، وطبعا فينا نحط لها من الفليفلة الملونة، لكن انا رح ضيف بندورة كرزية، ورح ضيف كمان مشاهدينا من الفليفلة الحمراء، الفليفلة الخضراء، وايضا الفليفلة الصفراء. طيب انا هاي الفليفلة رح اقطعها مربعات بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا، وضيف الفليفلة لخليط السلطة. طيب هون رح ضيف الفليفلة، رح حضر السلطة وخبركن عنها مشاهدينا بعد شوي بالتفصيل. اما هلا بالعودة لك جوزيف. كيف؟ عندك بعد بريك؟ ايه شو صعب علي. خلينا ناخذ بريك ورجع لك، اكيد ما قلنا غنى عنك.
عودي معكم للمتابعة. طبعا أنا سألتكم سؤال على صفحة الفيسبوك إذا كان الموضوع بهمكم أنكم تنتقموا أو بعاد عن هالفكرة يلي لازم تكونوا بعاد عنها، لأنه عادة منكب اللوم على غيرنا ومننسى أنه نحن أشخاص لازم نستمر والحياة قدامنا وننسى كل شيء ورانا والماضي ونعيش اللحظة أنية ونفكر بالمستقبل. لنستمر ما نحط الحق على غيرنا، نحن عنا المسؤولية، بدنا حريتنا بقى نشتغل عليها نحن اللي فينا نأمنها، بدنا سعادتنا بقى نشتغل عليها نحن فينا نأمنها، بدنا نجاحنا نحن نشتغل عليه نحن فينا نأمنه، ما نتكر على غيرنا. طبعا السؤال يلي طرحته كتار منكم تواصلوا معي وخبروني مثل خبرتهم بهالموضوع هيدا أو تجربتهم بالحياة. خلينا نقرأ نحن وياكم بعض الكومنتس، بس قبل خلينا نروح على صلاة السينما اللبنانية نشوف مع غيدة شو في عنا من أفلام. As you know, parole is a privilege. It's a mistake, but it happened. And if I were to be released, I would I would just want the simple life. I just want to hold down a job, make some friends. You know, pay my bills. ضمن أفلام هالأسبوع فيلم الكوميدي Ocean's 8. بتقرر دابي أوشن شقيقة داني أوشن العقل المخطط الإجرامي لسلسلة أوشنز 11 أنه تجمع مجموعة من السيدات لأكبر سرقة مجوهرات بالتاريخ، مع ساندرا بولوك، كيت بلانشيت، آن هاثوي، هيلينا بونام كارتر والفنانة ريهانا، والإخراج للكاتب والمخرج جاري روس. Can't we just go to this? Do we have to steal stuff? Yes. Is it genetic? Are the whole family like this? Literally. Five minutes. We're in, we're out, and we're rich. وفيلم الأكشن 211 عن مجموعة من الجنود من القوى الخاصة اللي بيصير معهم مشكلة مع مديرهم اللي ما عم يدفع لهم، وبيتفقوا على استرداد كل حقوقهم من خلال سرقة بنك عنيفة، مع نيكولاس كيج، سوفي سكيلتون، دوين كاميرون وغيرهم. Salut à tous, bienvenue sur ma page Facebook The Number One. Direction Chamonix. L'Everest, le couloir en bain, c'est le Graal. Moi ce que je veux c'est faire des premières. Mais on s'en fout des premières, c'est pas pour ça qu'on descend une pente. Tout le monde en rêve, personne n'y va. Tu crois pas qu'il y ait une raison, non? Au film Le Mغامرات الفرنسي Tout là-haut, un شخصين ما بيحلموا انهم يتسلقوا قمة الايفرست فقط، انما احلامهم اكبر بكثير، مع كاف ادم، فانسان الباز، بيرنيس بيجو، ميلاني بيرنيي وغيرهم. J'ai envie de descendre cette pente. Ce qui avec lui ça fera du bien. Avec la vitesse. Tu choisis ta ligne. Hey, I want to train. I'm a boxer. I can show you. I can fight. I need to fight. فيلم البيوغرافي A Prayer Before Dawn عن القصة الحقيقية لملاكم إنجليزي بيتم سجنه داخل سجن تايلندي، وبيحاول يسترجع حريته من خلال مباريات مواي تاي مع جو كول، نيكولاس شيك وغيرهم. I've got no family, no money. Just give me this one chance. I wanna fight. Did you wash your hands with soap? Did you dry them? What? Is this all vegetables? Who wanted all vegetables? I did. So, are we going to talk about it? Why?
The elephant in the room. What elephant? Mom's new job. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الأنيميشن Incredibles 2 بين السحتين 2D و3D عن بوب بار وهو مستر إنكريدبل اللي ترك للاهتمام بجاك جاك بالوقت اللي كانت فيه هيلين اللي هي إلاستي جيرل عم بتحاول تنقذ العالم بأصوات كريك تي نيلسون هولي هانتر إيزابيلا روسليني ساميول إل جاكسون وغيره. Combustion imminent. What does that mean? It means fire, Robert. إذن هو هني الأفلام اللي فيكن تشوفوها بصالة السينما اللبنانية. أما بالنسبة لسؤالي مثل ما قلت لكم من شوي إنه هل الانتقام بالنسبة لكم شغلة أساسية أو بتكبوا وراء ظهركم وتعيشوا حياتكم بشكل إنه تفتشوا على نجاحاتكم؟ كتار جوابوني ومنهم ريتا رأيت شمس الطهر خافته ألوان سألتني أين أجد نور كي أشرق بجمال يبهر الأرواح بسعادة فأشرت إلى وجهك المبتسم. تانكيو يا ريتا. أنا ما بنتقم ولا بفكر بهالأمور السلبية، دايما بسلم أمري لربنا، أنا من طيبة قلبي بوقع ورب الكون بيحميني، ودايما بقول الحياة ما بتوقف عند أي شخص، بس طبعا صار الحذر واجب من كل البشر. لقلبك كل السعادة ولقلك. ألا إدريس، أنا ما بنسى الفعل اللي زعجني بس ما بنتقم، ببعد عن الشخص في حال كان مش منيح معي، وإذا كان حدا غالي علي بحط ورا ظهري. سعد صباحك جوا صباحي. يوهانز عيسى، أنا يوهانز عيسى من سوريا، للأسف ما بقدر أترك الانتقام، تعرضت لمواقف ظلمني شخص كتير وكل ما شوفه بشعل، بحاول طنشه بنسى بس ما بقدر غصب عني. يعني تعرف أنت بتتعب يا يوهان، مش هو رح يتعب، يعني بتكون عم تنتقم من حالك. السلام الداخلي والمسامحة للشخص هو يلي بيربح بالنتيجة. فرح زيدان، الانتقام ولا مرة كان الحل، بالعكس إذا كملنا طريقنا مع الوقت رح ننسى أكيد. لازم نكمل طريقنا ونحط الهدف اللي بدنا نحققه قدامنا. مجد أبو حلا، نحن مننسى بس الناس اللي بدنا ننتقم منهم ما بينسوا وبيزيدوا الكره. لا أكيد، يعني إذا أنتوا غضيتوا نظر شوفوكم مش مهتمين أكيد رح ينسوا، رح تمرق الأمور سلسة أكتر، إلا في حالات استثنائية بتكون في أشخاص يعني هالقد مؤذية كمان قد ما فينا نبعد عنها. مثل ما دايما بقول نقرب من الإيجابيين والأشخاص اللي يجيبوا لنا الإيجابية ونبعد عن السلبية والأشخاص السلبيين. هلا أنا عندي شي 130 كومنتس، يا بكمل. لا يا شيف، أنا بدي أنتقم منك، وأنت أنت على الرأس والعين أنت يا شيف. معقول حبيبي، أنت بتعرف معزتك يا شيف، وأنت بتعرف معزتك. ونحن عالم الصباح دايما طبعا بوجودك بيحلى أكتر وأكتر. خلينا نروح عند الشيف حسين ورشة ملح وبعدين بنكمل مع بقية الكومنتس وفقراتنا وضيوفنا. وما تنسوا اليوم مايا رح يكون تحكي عن موضوع كتير مهم بهمكن لكلكن، خاصة المجوزين. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن بأول فقرة من فقرات رشة ملح، حضرنا الحبوب، حضرنا العدس، حضرنا طبعا القمح، حضرنا الفاصوليا البيضاء والحمراء، بالإضافة لكل أنواع الحبوب والكينوا. مشاهدينا فيكن تحطوا شو ما بدكن من أنواع حبوب. هيدي أنواع الحبوب أنا جهزتها، لكن بأول فقرة مثل ما عم بتشوفوا عندي عدس، عندي برغل، عندي فول، عندي حمص، عندي فاصوليا بيضاء وفاصوليا حمراء، يعني أنواع حبوب مشكلة، بالإضافة طبعا لزيت الزيتون مع عصير الحامض وخل البلسمك ورشة ملح. هذا الطبق لكن مشاهدينا صار جاهز عنا بعد ما زيناه. أما هلأ أنا وياكم بدنا ننتقل دغري للطبق الثاني اللي هو الدجاج بصلصة الباربيكيو. بالنسبة للدجاج بصلصة الباربيكيو، أول شيء حطيت قلاية على النار، بحط فيها من زيت الزيتون، لنبلش طبعا بوصفتنا، نبلش بالتقلاية. ما تخافوا اليوم محضرين وصفات حلو، ما تعتلوا هم باخر فكرتين راح نحضرهم. هيدي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه. طيب لكن مشاهدينا عندنا قلايه على النار، عندنا الدجاج، هول الدجاج راح نقليهم بزيت الزيتون، وراح نرجع نضيف فوق الدجاج من البصل، كمان راح نحط من الثوم، وايضا راح نحط من الفليفله الملونه مع صلصه الباربيكيو. لكن مثل ما خبرتكم المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه. بهالوقت رح جيب بصله، حضر بصله عندي، بعد ما يبلش ياخذ لون الدجاج بدي ضيف البصل، وايضا بدنا نضيف كمان مشاهدينا
من الثوم. لكن صلصة الباربيكيو رح نضيفها فوق الدجاج. طبعا في عنا عدة طرق لهالوصفة. طبق مكسيكي فينا نقول، محضر له أنا من خبز التورتية، وبس نقول خبز تورتية يعني وصفات مكسيكية. بالإضافة كمان مشاهدينا بدنا نحط أيضا من الفطر الطازة مع هالطبخة. أوكي، بهالوقت شو رح أعمل؟ بهالوقت في عندي لبنة، لكن مشاهدينا في عنا من اللبنة. هيدي اللبنة رح ضيف لها كمان أنا من البصل. بدي أفرم البصل مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نفرم البصلات بهالشكل. هيدا بصل ناعم كتير، كمان نرجع من نعمه بهالشكل. رح ضيف البصلات فوق اللبنة. هون عم نحضر لكن صلصة. اوكي، ضيف البصلات فوق اللبنة. كمان فيني ضيف لقلة من الشومر، فينا نضيف مشاهدينا من البقدونس، ما عندي اي مشكلة. رح اخلطهم انا مع اللبنة، وبجيب معي من جنينة حبق اخضر، كمان الحبقات نفرمهم ايضا بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا. اوكي طيب، كمان نضيف حبق اخضر ومنخلطهم مع بعض. لكن بصل، لبنة، حبق اخضر، رشة ملح، صار عنا صلصة جاهزة. لكن هيدي الصلصة مشاهدينا صارت جاهزة لنقدمها مع الدجاج بصلصة الباربيكيو. اما نجي للبصل، بنحضر البصلة لنضيفها فوق الدجاج الموجود على النار. طبعا صدورة الدجاج مقطعينها نحن مربعات، بس مش مربعات كبيرة، مربعات متوسطة الحجم. لنضيف لها البصل، وبدنا نضيف كمان مشاهدينا من الفليفة. خلينا نرجع. اوكي يا جوزيف، شلت لي؟ لا بس بدي اقول لك انه طلعت ريحة شعراتنا قلي. لا هي ريحة طيبة مش قلي، هيدا الدجاج بزيت الزيتون. لا المفروض يكون تعليقك غير مطرح، منك سريع البديهة. طلعت ريحة شعراتنا قلي. كل شيء ولا شعراتك جوزيف؟ ولا هي شعراتك؟ رح نرجع لك. وين شعراتك؟ رح نرجع لك بعد شوي، بس خلينا ناخذ بريك. يلا يلا. اذا بدي اقول عن منطقه بدادون يلي بعدها بتحيي حفلات للزجل لبناني. فرقتين من جوقة المجد وجوقة المشوار رح يتحدوا، يعني هيدي الحفلات والمهرجانات يمكن صرنا نفقدها بلبنان، وهني من التراث اللبناني القديم. قد كنا نشوف على شاشة تلفزيون لبنان كثير من البرامج، وعلى حتى تلفزيون مستقبل ببداياته برامج للزجل. وبرعاية وزارة السياحة بمناسبة عيد الجيش، لجنة إحياء تراث بدادون تدعيكم لأضخم تحدي زجلي بلبنان، جوقة المجد وجوقة المشوار، السبت 28 تموز الساعة 9 المساء بساحة القلعة ببدادون. يعني حلو كتير اللي بعد اللي بيحب هالتراث هيدا في ينضم لهالمهرجان ويشوف التحدي رح بصير بين هالفرقتين ومهرجان زجلي 100% بامتياز. نحن وياكم طبعا بعد ما شفنا الشيف وبعد ما قطعنا فقراتنا وصلنا للمهم كمان يلي انا بنطره دايما بعالم الصباح، وهي ولادي بالدنيا. واليوم هو عن موضوع الازواج او الازمات الاولى اللي بتهدد الزواج، امتين بتظهر وليه بتظهر. يعني هيدا موضوع طبعا بهم. انا بعرف بخبرتي انه ما بعرف ليه بيقولوا على 6 سنين في مشكل، يا بتقطعوا يا ما بتقطعوا، او على 7 وفي على 12 وفي على 20. ما بعرف اذا لها علاقه، مثلا بيحطوا معدل العمر، رجع بيحطوا يعني وصل لل 30 بعدين وصل لل 40 بعدين وصل لل 50. يعني ان شاء الله بتقطعوا كل الازمات بزواجاتكم، تكون هالمؤسسه دائما ناجحه ومستمره. مع مايا ولادي بالدنيا.
يعني انا بقول لدي بالدنيا بس اليوم موضوعنا بيت بيوت هي اللي الكبار يعني نهار الجمعه مزبوط. مايا صباح الخير. صباح النور. ببيت بيوت اليوم رح نحكي عن الازمات اللي بتهدد الازواج. ليه بيقولوا هيدا الشيء انه على 6 7 بعدين على 12 بعدين على 20 اذا بتقطعوا هالمشكله الكبيره بتقطعوا كل شيء منه؟ هيدا المقياس عدد السنوات اكيد. هلا اجمالا يقال يعني على 6 وعلى 7 وعلى 10 سنين، بمعنى انه هالزواج بيمرق بكرايز كتير، ودرجة احتمالنا لهالكريز كونجوغال لهالكرايز اللي عم يمرق فيها الزواج والصعوبات قد ايه بعد سنين معينه بصير في تراكمات بتخف درجه الاحتمال، وبالتالي بصير في خطوره يمكن انه يصير في انفصال بين الطرفين. وبنعرف انه كمان مع ضغوطات الحياه مع المسؤوليات اوقات مع التقدم بالسن، لو ما كان تقدم بالسن بشكل انه الشخص عم بصير مسن، بس اوقات مع تعب الحياة مع تقدم بالسنوات بيمرقوا كمان الزوجين بأزمات جنسية بين بعضهم. الطاقة الجنسية بتخف، أوقات الليبيدو أو الرغبة الجنسية بالآخر بتخف. هيدول أشياء كل هالأمور عم بتهدد الزواج، وبالتالي من هون بينحكى عن عدد سنوات معينة. الشائع مثل ما أنت عم بتقول، أنا كمان بسمع أنه السنة السادسة أو السنة السابعة خطرين، بتبقى خطرة بيقولوا، بس أكيد هيدا أبدا منه مقياس. إذا في خطورة على الزواج هالخطورة رح تبين من أول سنة ومن أول شهر. يعني كل الأسباب إلى حلول ولا في أوقات لازم يجب اللجوء إلى الانفصال؟ أكيد مش كل الأسباب لها حلول. نعم. أكيد يعني في كتير أسباب ما لها حلول. في أسباب نعم. خاصة الأسباب اللي بتتعلق بالخيانة. نعم. وبالخيانة المتواصلة، بس يصير في مسامحة بين الطرفين، وحتى لو سامح الطرف الآخر بيرجع طرف من طرفين كمان بيقوم بالخيانة مرة تانية ومرة تالتة. هون ما بيعد في مجال للحلول. في أسباب تانية بتتعلق بأسباب مرضية، يعني إدمان على الكحول عند أحد الطرفين، إدمان على المخدرات، تعنيف بالبيت، كل هيدا القضايا. وفي سبب كتير أساسي جوزيف ما منضوي عليه وما منحكي عليه دايما عنه، منفكر دايما بهالأسباب الكبيرة اللي عم نحكي عنها. هو بكل بساطة عدم نضوج طرف من الطرفين وعدم استعداده لتحمل مسؤولية، لأنه الزواج فيه مسؤولية، وبالتالي إذا طرف من الطرفين مش قادر يتحملها لهيدا المسؤولية، كيف بده يستمر الزواج؟ طيب في كتير منلاقي ومعارف أوقات شخصية وأوقات نسمع انه اثنين كابلز متفقين يستمروا مع بعض كرمال الاولاد. هل الاولاد افضل الاستمراريه تحت سقف واحد اذا كان في اتفاق ورواء وبدون مشاكل، ولا الانفصال هو الافضل؟ هيدا قرار بيرجع للطرفين. اللي انا بقدر هون اقوله كنصيحه انه وقتها بدنا ناخذ هالقرار، اول شيء حكى بالسبب، يعني يلي يعني العامل الاساسي اللي بده يؤدي للانفصال. اوقات لو في 4 اولاد وخمس اولاد، اذا كان العامل الاساسي ضروري جدا ما بيقدروا يضلوا عايشين سوا، وما بيقدروا يقوموا بهالتضحيه، ما بيقدروا يوصلوا لقرار انه خلينا سوا مثل الاغراب، بس خلينا اصدقاء كرمال الاولاد، فكانوا الاولاد وصلوا يمكن لعمر معين. نعم. فالامور بتتعلق بالسبب، بس كله كمان بيتعلق بدور الطرفين داخل العيله. يعني بتشوف اوقات انه دور الاب بيكون جدا فعال داخل العيله، وهو عنصر اساسي بالبيت الاب او الام، بس عم بحكي عن الاب لانه الام بطبيعه الحال بما انها هي بتحضر الاكل وبتدرس اولادها، اذا الاب عم ينشغل لليل هون الام بتكون متورطه اكثر تربويا، بس يكونوا موجودين بنفس البيت. نعم. اذا دور الاب اساسا كان فعال القرار بيصير اصعب، لانه بيصير الاولاد في صعوبه عليهم يتقبلوا انه الاب ما بقى رح يكون موجود بالبيت، اذا كان الاب هو اللي ما بقى رح يكون موجود والام رح تاخذ الحضانه باعمار صغيره. من هون منقول انه وقتها بيكونوا عم يلعبوا اساسا هن دورين كتير كتير فعالين هالدورين بحياة الولاد، اذا بيقدروا اكيد اذا اعمار الولاد بعدها بالاعمار اللي بده يصير فيه تمثل بالاب، يلي هالتريانجل هالمثلث الاوديب كتير ضروري بعمر بحياة ولادنا، اذا قدروا يوصلوا لاتفاق انه يضلوا سوا تكانوا شوي الولاد كبروا بيكون افضل للولاد. وانما بحالات فيها جدل مستمر، خناقات مستمرة، صريخ بالبيت، تعنيف جسدي أو غير جسدي، مش بس صريخ يعني جو توتر دائم، جو ضغط نفسي، كل واحد عم يقعد بغرفة ما عم نتحمل حكي بعضنا، يعني عم كل حدا منا بيصير الغضب عند الآخر قدام الأولاد، أكيد بهيدا الحالة بيكون أفضل الانفصال. نعم. لأنه أفضل أنه الأولاد يعيشوا مع شخص واحد ويترددوا عند الشخص الآخر مما أنه يعيشوا بهيدا الأجواء وبخوف مستمر. نعم. أنه أرجع من المدرسة ما لاقي ماما، أو أرجع من المدرسة ما لاقي بابا، بحالة قلق مستمر. إذا كانوا متفقين يعيشوا مع بعض بجو رايق بس هني منفصلين فعليا،
يعني هل الاولاد لازم يعرفوا الحقيقه ولا لا؟ باعمار صغيره اكيد لا، اكيد لا، باعمار التينيجر استنتاجه قبل التينيجرز الاولاد اساسا رح يلاحظوا ومنبلش نوضح لهم. نعم منبلش نوضح لهم. وهن الكابلز اللي بياخذوا هيدا القرار جوزيف هن بمعظمهم بيكونوا بحاله انتظار، يعني ناطرين لحتى الاولاد يبلغوا عمر معين لحتى ينفصلوا. اوقات المود دو في لايف ستايل او طريقه العيش هي المشكله، بتكون كل واحد عنده راس مختلف عن الثاني واهتمامات تختلف عن الاخر. هيدا من اولى ازمات الزواج اللي انت هلا عم تتفضل وعم تحكي عنها. ازمات زواج اوقات بتكون الازمات الجنسيه، يعني ما بقى في تواصل جنسي وما في علاقه جنسيه بين الاثنين. شو يعني شو اللي السبب الاخطر او الافظع للانفصال؟ اوكي هلا هول اسباب يعني سببين مختلفين كليا يعني اللي عم نحكي عنهم. السبب اللي تفضلت وقلت عنه يلي هو هالستايل هاللايف ستايل المختلف اللي حنفوت فيه شوي اكثر، يلي هو خلينا نقول انه رجل معتاد تقريبا كل ليله او عدد معين من المرات اسبوعيا يظهر بالليل لو ما كان في خيانة، وإنما يكون في خروج من المنزل لساعات طويلة، يمكن بحب يشوف أصحابه، يمكن بحب يلعب ورق، يمكن بحب ينفس عن ضغط النهار، وإنما هالزوجة عندها انزعاج من هالشي وحكيته كذا مرة وما عم يمشي الحال. هون هذا هو اللايف ستايل. أوقات السيدة كمان بس يكون الزوج عم بيطالبها أنه تكون موجودة أكثر بالبيت، أو بس يكون الزوج عم بيطالبها أنه تزوجنا بعدك عايشة عند أهلك، أنه بفضل أنه تكوني متواجدة بالبيت، أنه بضيعك بلاقيك عند أهلك، بتجي من الشغل بتروحي عند أهلك، نهار الأحد لازم تكوني مع أهلك، أو إذا ظهرنا مشوار لازم تاخدي حدا من أهلك. كمان هيدا لايف ستايل غلط، هيدا غير أنه بيدخل فيه التعلق المرضي بالأهل أكيد. نعم. وما قدرنا نكون كوب لكوردون نقص حبل السرة مثل ما بيقولوا، وإنما كمان هيدا كمان لايف ستايل معين كمان بيرفضه الزوج. اوقات يعني اللايف ستايل مش بس موجود عند الرجال. نعم. ممكن حتى موجود عند النساء يكون. انا كثير بعرف. نعم. حالات انه النساء كمان بيكونوا منشغلات بامور الزوج بلاقيها ما لها اولويه. نعم. يعني يمكن صبحيات كل يوم، يمكن دهرات بلاقيها ما لها معنى. هون هيدا سبب من هيدول من اولى ازمات الزواج، لانه بيكون في اقدام على خطوه الزواج مع فكره يعني اشياء معينه نحن منتظرينها. يعني كل طرف او طرف على الاقل بيكون منتظر انه اجي لقي انه يلا حاضرين دينر قاعدين بسلام عم نحضر تي في. واحد متوقع بيكون حياه مختلفه عن الاخر وبيلاقوا هالمسافه بين اللي انا توقعته وبين اللي عم شوفه على الارض. اول كلاش بتصير خاصه اذا تم التوجه لطرف من الطرفين ومش قبلان يغير. يعني هالجمله الشهيره اللي بنشوفها انا هيك، شو عم باخذ من دربك او شو عم باخذ من دربك؟ شو فيها؟ ما انا مش عم بظهر مع حدا، لو انا عم بظهر مع حدا كنا قلنا، بس انا يعني عم لازم نقرب وجهه النظر وكل واحد يتنازل عن بعض الامور بحياته. بس حضرتك ذكرتي من شوي انه معود يظهر مع اصحابه كل يوم حتى لو ما في خيانه، مزبوط؟ طيب وكمان بالزواج انا بالكنيسه بسمع بقولوا انه، وكمان اكيد موجوده عند كل الديانات، انه واترك بينكما فسحه امل. فسحه جوزيف؟ طيب ما فسحه مش فسحه شيء، هذا اللي عم بحكي. اوكي فسحه بس انه كل انسان مش ملعب يعني. اوكي اذا انسان معود ومربى بطريقه وعنده يعني كل واحد عنده عقده بالحياه وكل واحد عنده مكتسب قصص من المدرسه من حواليه من تربيته باهله وتربيه اللي حواليه ومجتمعه الى اخره، ما فينا نهرب منه هودي الامور. طب احسن نخرب البيت وانه ولا انه نكبر عقلتنا ونترك هالفسحه اذا ما فيها خير؟ هيدي منا اسباب كافيه للانفصال. نعم. اللي نحن هلا حكينا عنه، وانما الشخص الاخر مما كان سيده او رجل هو بده يعرف حدوده بالنهايه، هو بده يعرف حدوده بمعنى احساس بالمسؤوليه، منه احساس بينفرض علينا. المسؤوليه هي شغله نحن منتعلمها وانما منعيش معها فولونتير، يعني نحن منختارها ومنحب انه نعملها. هالرجل اللي عم يرجع على بيته بوقت معين حتى لو راح شاف اصحابه وانما عارف يحط حدود وعم يرجع على بيته، اذا راجع معصب وزعلان ولا عم برجع لانه بدي اكل عيطه، مش هيدا المطلوب. المطلوب يكون عم يرجع لانه هو اشتاق يرجع، هو اشتاق يكون حد زوجته، نايم حد زوجته، هو اشتاق يشوف الاولاد، هو اشتاق يغطي الاولاد، اشتاق يحضر شيء معهم، ياكل بوب كورن، يحضر موفي. فالمسؤوليه منا شغله سهله، المسؤوليه يعني مزبوط منتعلمها ومنا سهله، بس بنفس الوقت منحبها لهيدي المسؤوليه، عرفت كيف؟ وانما هيدي منا اكيد الاسباب الرئيسيه. يعني ما بعرف اذا بعد عندنا وقت نحكي عن الاسباب الجنسيه، لانه الاسباب الجنسيه كثير ضروريه بالزواج. وهي كمان هلا ليك قبل ما نوصل للاسباب الجنسيه لو ما لحقنا اليوم، احدى الازمات الاساسيه بالزواج عند ولاده اول مولود،
هيدي نقطة فاصلة بالزواج. لا بيتغير مع تغير تكوين المرأة يعني؟ من عدة نواحي. أول شيء أكيد مع تغير تكوين المرأة بعض الرجال بيصير عندهم صعوبة لفترة معينة إنه يتقبلوا الشكل الآخر للزوجة، وأوقات بيصير عندهم نقص بالرغبة الجنسية وإنه ما بيكون عندهم الجرأة إنه يقولوا للزوجة إنه أنا ترى عندي نقص بالرغبة الجنسية لأنه تغير جسمك أو لأنه تغيرت أو إلى آخره. فإذا هيدا سبب. هلا الطفل بحد ذاته بيخلق مسافة بين اثنين، يعني بحد ذاته الطفل هون كتير نظريات بعلم النفس حكيت عن الغيرة من الرجل من الأب، غيرة من طفله. يعني عم يجي ياخد مكان الأب، بيعمل بيبي بلوز كمان يعني؟ ما بيعمل بيبي بلوز، بس عم يجي بياخد مكان الأب، خاصة وأنه بتوعى بالليل الأم بتعتني فيه اعتناء معين حصري لإله لهالطفل، فحتى عم ياخد مكانه معك جسديا وعم ياخد مكانه جسديا معك وعم ياخد مكانه معك بالغرفة هيك. يعني بيصير فيه هالاعتقادات هيدي اللي هي بتكون بتنتمي للاوعي، مش كلها اعتقادات واعية عند الرجل. بلس انه عند ولادة اول مولود بتجي قصة انه ما عليه جيبينا يمي حدنا او لا لازم نربيه هيك، او ليش خليتيه يبكي هالقد، او انت ليه عم تتصرف هيك، انت ليه عم تتصرف هيك. بصير في تباعد بوجهات النظر بما يخص المولود. كتار الكابلز يلي بخبرونا عن مشاكل جدية بتصير بيناتهم بيقولوا من اول ما خلق هالولد بلشت المشاكل بيناتنا، لانه في هالجيرانس هالمانجمنت للولد وللتاش او للتاسك انه نحن صرنا اهل، بده يكون مانجمنت كومن بين اثنين، بده يكون مانجمنت مشترك بين اثنين. اذا كل واحد عم يعمل مانجمنت اداره تربويه على حسابه مثل ما هو بده، بده يصير في كلاش بالنهايه بمطرح بمكان معين. ما كان عندنا وقت اليوم انه نحكي عن الامور الجنسيه اللي هي جدا ضروريه، ولا انه نعطي ارشادات واضحه مثل ما بنعمل عاده، وانما المشاهدين صاروا يعرفوا وقت بنعرض المشكله صاروا قادرين يستنتجوا انه التفاهم والتفاهم والتفاهم. بس دايما يعني معلش اسمحوا لي انا ما مني ابدا يعني عم دافع عن الرجال، ولكن الاغلب الاحيان ينوضع الحق على الرجل. هل لانه بمجتمع شرقي وللرجل متاح اكثر ينقال انه عنه غلطان اكثر من المراه حتى ما انه يتداول صيته واسمه بين العالم بالغلط؟ ليك جوزيف عن جد مش بالضروره، بالعكس الامراه كمان عم نحط الاخطاء عليها، وانما يمكن شريحه الرجال يلي هي عندها اخطاء وتعنيف بالمنزل بشكل خاص. يمكن هون عم بيصير الظلم على الرجال، يعني صارت صوره الرجل يعني شوي صوره الرجل انه هالرجل اللي ممكن يعنف اكثر من المراه، عرفت كيف؟ فصرنا عم نظلم الرجال بطبيعته البيولوجيه، يعني لانه هو انا المسيطر انا القوي وانا الشرقي للاسف. مزبوط. يعني ان شاء الله لا ان شاء الله انه نوصل لانه نلغي هيدا. انا دائما بحكي عن الموضوع مدافعه عن الرجال، بس اهم انه نظبط الوضع ونظبط نحسن، وخاصة وضع الأب بالبيت. يعني أنا بالنسبة لي في يعطي الحنان والاهتمام مثله مثل الأم، نفس الشيء بنفس الطريقة. Thank you جزاك الحمد لله وفقتيني. الحمد لله الحمد لله. مدري شو صاير اليوم كارلا ومايا لا اثنين مع بعض ضبط معك. إذا نحن وياكم بنشوف مايا يوم الاثنين وقت صلتكم مباشرة على رقم الواتساب 03010533 تتواصلوا معنا، اكتبوا لنا أي اقتراح أي سؤال ونجاوبكم عليه ضمن فقراتنا يوم الاثنين. خلينا ناخذ بريك وبعدها بنعود مع ضيوفنا، ما تروحوا لمطرح. عودي معكم للمتابعة. طبعا موضوع بهم الجميع وأنا دايما يمكن بضطر له، وهو الاهتمام بالشيخوخة والمسنين وبعمر معين يلي يمكن بصيروا مهمشين. في بعض العائلات طبعا بتهتم كتير بالمسنين بالعائلة، ولكن أيضا يعني بقضوا وقت لحالهم أكتر وأكتر، ما بقى في شغل، ما بقى في 9 ساعات دوام عمل، ما بقى في هالاهتمامات اللي كانت موجودة بحياتهم، قديش ممكن تأثر على نفسيتهم. دايما بندعي لموضوع الاهتمام بالشيخوخة والمسنين، دايما بنقول لازم الحلول بلبنان، وطبعا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عم بيهتم وحاطه من أولى الأولويات، طبعا من أهم الأولويات لدراسته لوضع المسنين بلبنان والتعويضات وإلى آخره و سن الشيخوخة. من الأماكن اللي ممكن تهتم طبعا بالمسنين رح نحكي اليوم عن دومين دي روشي. فكرة عظيمة، فكرة حلوة كتير، ضروري تتعرفوا عليها، ضروري يعني تسمعوا كتير منيح شو عم بصير لتقدروا تستدلوا، ممكن تتعاونوا لأنه بكل عائلة طبعا عندكم مسن وضروري يقضي سنواته، ما بدنا نقول الأخيرة، سنواته الحلوة بهيك مطرح أو مطارح مماثلة. أهلا وسهلا بضيفي جوستاف هيار.
حضرتك صاحب هالفكرة وصاحب هالمكان اللي رح نشوفه اليوم ورح نحكي عنه. أهلا وسهلا فيك صباح الخير. يعني خلينا نعرف أكتر شو الدومين دي روشي، شو المقصد فيه، شو منلاقي بقلبه. دومين دي روشي هو نتيجة عمل سنتين ونص ثلاثة ابتدت بفرنسا، أنا مقيم بفرنسا مع لجنة أطباء بسيكولوج بسيكياتر وأرشيتكت، وندرس المشروع هنيك وتطبق بلبنان. هو نقلنا إذا بدك فكرة يلي هو في حاجة بلبنان لأشخاص مسنين بنورم أوروبي، يعني نورم أوروبية أو نيفو دو سيكوريتي، كل شيء بتعلق بالسيكوريتي وبالتسهيلات للشخص المسن بأسس أوروبية، يعني بنفس المواصفات اللي منلاقيها مية مية مواصفات أوروبية. هند بتعرف بأوروبا كتير إكزيجان لكون بيهتموا بالمسنين كتير. صح مية بالمية. فدومين دي روشي افتتاحه شهر الجاي إذا الله بريد، وهو موقعه كمان كان مدروس، يعني لقينا موقع حد محمية حريصة بمنطقة درعون حريصة قريبة على الكركة اكزاكتمون، ومطلع على خليج جوني وعلى بيروت وعلى العمشيد. المؤسس هو يعني هو شو رح نشوف، اوتيل ولا شو رح نشوف؟ فينا نسميه اذا بدك اوتيل. هو فيه ثلاث سيرفيس. سيرفيس الاول يلي هو للمسنين. سيرفيس الثاني لكل الناس بتظهر بمعرض العملية اللي بنسميه ريهاب. يعني بيرجعوا يعيدوا يعني إعادة شفاء، والواحد يرجع يستعيد نشاطه ميمي بعد العملية. وعنا سيستم كمان عاملين للأشخاص المسنين يلي ما عندهم حدا بالبيت، مثل كلوب ستان كلوب. هلأ بنشوف بالفيديو عاملينهم إسباس تقريبا 450 متر مربع، سقف 6 متر، جو ببيوتك شميني ومحل يلعبوا ورق ويتسلوا. بيقدروا يمضوا نهار كامل من الساعة 8 الصبح للساعة 8 عشية، ويرجعوا بيتهم يناموا. ما في يناموا عندكم؟ لا، هيدا سيرفيس تالت. في عنا نحن أكيد هو الدومين دي روشي فيه 24 سويت. الأشخاص بيناموا فيه، هيدا سيرفيس. وفي سيرفيس تاني تيجوا يمضوا نهار كامل ويفوتوا على بيتهم. مثل يعني كأنه جايين على شغلهم أو على المدرسة، يعني مثل ما بعد المدرسة بتستقبل المسنين مثل الكفاءات بلبنان مثلا. بدي أقول لك شغلة كتير مهمة، نحن بحاجة لهذا الشيء. أنا من يومين كنت عم بحكي أنه بنقضي 70% من حياتنا عم نشتغل، وبننسى أنه لازم ننبسط بحياتنا، لأنه عندنا كم سنة بعدين اللي هي سن التقاعد، ما بعرف إذا منعيشه مزبوط أو مش مزبوط، لأنه ما عندنا ثقة بلبنان أنه نعيشه مزبوط. ضروري نعيشه مزبوط. خلينا نشوف هالفيديو ونتعرف أكثر على دومين دي روشي. يعني اللي شفته أنا هلأ تفاجأت صراحة، لأن أول مرة بشوفه أنه بلبنان صار فيه هيك مكان للمسنين، يعني أو اللي عنده سن. مش ضروري الواحد يكون مسن يعني قاعد ومش قادر يعمل شيء وقاعد محله، أو المريض المسن فيه يروح يقضي وقته بأي عمر، في حتى بعمر 50 يكون عنده أصدقاء يعملوا جروب يقضوا نهارهم بهالمكان اللي هو بيشرح القلب. يعني الفكرة مكلفة. هل برأيك هالفكرة الفريدة من نوعها بلبنان رح يكون لها قبول ورح يكون لها رواد؟ أكيد، لأنه يعني في ناس عندهم إمكانية وبحاجة يحطوا أهلهم. هلأ في شغلة أنت قلتها أنه هيدي موجودة بلبنان، ما نستهون بلبنان. لبنان بلد كتير صحيح صغير بس كبير. يعني أطباء يعني موجودين بلبنان من أهم الأطباء الموجودين بكل العالم، وبسمع كتير أنا حابين يعملوا مشاريع السياحة الطبية بلبنان. هذا بيساعد كمان بالسياحة الطبية بلبنان. حتى تستقبلوا عالم من خارج لبنان نحن لأهلنا واللي بيحب يجي من برات لبنان أهلا وسهلا فيه. يعني شو في متابعة داخل الـ 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 الـ
روشي دومين دي روشي. يعني شو رح نشوف متابعة من قبل أطباء نفسيين صحيين؟ ولا نحن قلنا أنه عنا 24 سويت. نعم. الأشخاص اللي بيهتموا بكل شيء فريق الطبي بيتعدوا هالعدد. نحن شي 30 شخص مؤلف من 3 حكمة. نعم. 2 جنراليست وحكيمة شيخوخة. نعم. يعني يسميها جريات. بلبنان عددهم كتير قليل. وموجود عنا بسيكولوج اللي هي بتتابع اذا حدا بحاجه. اهم مرحله بدها بسيكولوج هي المرحله بسيكولوج. لا منعوز صراحه بتعرف لانه نقله البيت للسنتر مش ضروري يكون دومين يرشي حيالله محل بتروح. نعم. هيدي الفاز النقله اول 5-6 ايام الشخص بحاجه لحدا يتسمع له ان سوجي. نعم. نفس يعني بسيكولوجي نفساني. اكيد في عنا اشخاص بيتعلقوا بالثيرابي فيزيو وفي ستاف يعني هن الانفيميير والاد سوانيون. عددنا نحن تقريبا نوصل ل 30 شخص لنغطي الاشخاص الساكنين بالمبنى للاشخاص اللي بيمضوا نهار وبيروحوا على بيتهم لانه وقت يمضوا نهار مش بس جايين بس يتسلوا لانه بيشوفون بالحكيم بيفحصهم بيشوفون بيتابعون. نعم. اذا عندهم سيانس دو فيزيو بنقوم فيه بيتغدوا. نعم. بيعملوا سياست بيعملوا نشاطاتهم بفوتوا على البيت. طب كيف نتعامل مع المسن ببلد يعني ما في قوانين بتحميه او ما له حقوق بهالبلد بعد عمر معين بينزت بهالطريقه هيدي؟ برجع بكرر انه طبعا مع احترامي هلا لفخامه الرئيس يلي هلا عم بيشتغل على الموضوع لانه يطبق شيء، يعني انتم كيف رح تقربوا؟ مش كل العالم رح تقدر تجي لعندكم. انا بصراحه صحيح انه انا عايش بفرنسا بس تعلمت بلبنان وانا. نعم. ايام المدرسه بسمع بالتاريخ والجغرافيا شيء بيتعلق بضمان الشيخوخه. نعم. لحديت اليوم مش موجوده، نتمنى ما علينا غير نتمنى تصير لانه ما في شيء اهم من احترام اهلنا والاشخاص الجينيراسيون ولا جينيراسيون. يعني ما في وقت تحكي عن سوسيتي يلي هي بتتنقل من جينيراسيون للتاني، بدنا نحترم يلي كانوا قبلنا يلي هن اشتغلوا للبلد. نعم. تنيجي نحن ناخذ محلهم. نتمنى هيدا امور تتعلق كتير كبيره، هي امور للدوله، هي سياسه، هي بوليتيك، خطه بتنحط بمجلس الوزراء وبيمشوا فيها. نسمعها نحن صغار ان شاء الله هلا الايام بتتحسن. طبعا انا ما بدي انكر الفضل كتير من الجمعيات يلي بتعتني بالمسنين وبشكل كتير رائع وبشكل كتير إنساني، هذا طبعا أنا ما بغض النظر، ولكن أدابة تستوعب لتستوعب هالجمعيات. يعني لازم يكون في يمكن بيوت على قد البيوت موجودة في لبنان لنقدر نضم هالمسنين لكلوب أو لمطرح يستمتعوا فيه بهالسنين اللي لازم يرتاحوا فيها. أنا حضرتك سبقتني، أنا بهالثلاث سنين يلي كنا عم نعمل. نعم. إتود برامتع كل البيوت الراهية اللي مختصين الخطية دي وشفت انه بيعطوا كل طاقتهم، يعني ما في تقصير. نعم. بس ماديا ما في مادية ما صح. في مساعدة في مساعدة الدولة بس ضئيلة للاتجاه يلي هن عم بيعانوه يلي عم بيواجهوه، عنده صعوبات كتير كبيرة. هلأ بدوين دور الشيء عملنا شغلة كمان كتير مهمة تنجمع على العائلة. نعم. جهزنا المبنى كله بكاميرايات الغرف والمماشي وهذا بوغ دو ريزون. اول ريزون هي لا سيكوريتي وللامان، وبتعرف انت الالزايمر في دائما عندنا خوف انه يظهر ما هو بيضيع، فعندنا كل هالسيكوريتي ونفس الوقت قادرين نعطي للاهل يلي الاولاد عايشين برات لبنان وحابين يتابعوا اهلهم ومش قادرين يقوموا بوجباتهم مع اهلهم انه هن يشغلوا برات لبنان، نحن بنقوم بهالوجبات، بنعطيهم اكسي على الاي بي تبع الاوضه بس. نعم. بيشوفوا اهله 24 ساعه 24 ساعه مثل الجاردوري، هي وحده. لكن حدا يراقب المسن اللي انه يراقب يتابع وحده. نعم. نعم. هي شغله، وحاطين كمان مجهزين كل القوات بسمارت تي في فيها كاميرا انتجري حتى الشخص الساكن يقدر يضلوا بتواصل فيديو صوت وصوره مع اهله اولاده واحفاده موجودين بامريكا موجودين. برافو. فالهدف طبعا نحن نجمع العائله لو. نعم. في مسافه كبيره يلي جبرتهم لظروف يشتغلوا برا. جوستاف دومين دي روشي رح يكون لفئه معينه من العالم؟ لا مش صح، يعني نحن اذا بدك عاملين اتيود حنكون باسعار السوق. نعم. نفس اسعار السوق، الفرق انه السيرفيس مختلف، تجهيز كومبليتلي مختلف. مكان رائع. وانا بتقول مكان رائع هو هذا لانه كل شخص بيطلع فوق بقول المنظر بيطول عمر. نعم. فما في حدا اهم من انه نطور عمر اهلنا. نعم. انتو ستاف 30 شخص بمكان على قد المتراج يعني كم؟ عندنا 2500 متر مربع. نعم. احنا بجانب محميه حريصه عاملين باركور اذا بدك كمان يظهروا بقلب الحرش، هوا نظيف. نعم. في اكتيفيتي، اذا هلا مرقوا الصور كمان بحكي لك شوي عن الماتريال. نعم. مثلا تخوتي تنقوا بطريقه اومولوجي يعني بمواصفات للالزايمر وللشيخوخه
ونفس الوقت بيكون هو كومفورتابل للاشخاص اللي عم يعملوا فيها. يعني في فكره انه يكون الدومين دي روشي بغير مناطق بلبنان كمان يكون اقرب للجميع. اذا الامور يعني ان شاء الله ان شاء الله خلينا نعمل درجه درجه، بس اكيد حابين نطلع لانه حسب الدراسه لبنان بحاجه لاكثر من 1000 تخت لاشخاص مسنين باسرع وقت. اكيد اكثر مينيموم 1000 هلا اليوم. انا بدي اقول لك مشكور جوستاف على انك سافرت ولكن رجعت للبنان وقدرنا نستفيد من افكار يلي شفتها خارج لبنان بقلب هالبلد، وهي اهم فكره انا بالنسبه لي هلا هي الاهتمام بالمسنين وكلنا واصلين لها. يعني بغض النظر اذا عندنا حدا يهتم فينا او لا، اذا في اولادنا اولادنا ما راح تكون حياتهم يقعدوا حدنا 24 24، لازم يكون عندهم حياتهم، وهيدي بيقولوا شو بيقولوا حال الدنيا، ولكن لازم يكون في مطرح نستمتع فيه باخرتنا. وهلا كمان المسنين يستمتعوا ويتسلوا لانه هي اهم مرحله لازم يكون فيها محترم الانسان بعد تعب السنين يلي قضيه كل حياته. ثانك يو لالك استاذ، شكرك. اذا دومين دي روشي بمنطقه درعون حريسه، فيكم تتعرفوا عليه اكثر واكثر وتروحوا وتزوروا هالمكان الرائع وتقدروا تستفيدوا من كل خدماته. وفكره جديده بلبنان ومطلوبه. شايف انا رح احكمل مع جوستاف ولا بروح لعندك؟ شو بدك؟ راضي؟ راضي راضي. سمعت على الدومين دي روشي؟ انا وياك نطلع بكره بعد كم سنه ونقضي شباب. اذا رح نروح نحن وياك هنا عند الشيف حسين ورشيد ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن بعد ما كنا محضرين مشاهدينا باول فقره من فقرات رشيد ملح حضرنا سلطه الحبوب، اما بثاني فقره كمان من فقرات رشيد ملح حضرنا الدجاج. طبعا الدجاج مع صلصه الباربيكيو. دجاج مع صلصة الباربيكيو تقريبا بلشت تشرف على نهايتها بعد ما قلينا الدجاج، بعد ما قلينا البصل، قلينا الفليفة الملونة. بدنا نضيف كمان انا وياكم بعد الفطر، راح نضيف الفطرات وراح نحضر خبز التورتية لنبلش نلف طبعا هالوصفة او هالطبق بخبز التورتية الخبز المكسيكي. لكن هون انا بلشت مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا بتقطيع الفطر، وبدي ارجع ذكر كل المشاهدين انه نحن باخر فقرتين رح نحضر وصفات حلو، خليكم عم بتتابعونا نحضر هالوصفات الحلو الشهيه. طيب فطر، رح ضيف الفطرات فوق خليط الدجاج، فوق خليط البصل، فوق خليط الفليفله. طبعا كنا حاطين ايضا وايضا من الثوم، لكن عندي بصل، عندي ثوم، عندي دجاج، عندي فليفله ملونه. وهلا مثل ما عم بتشوفوا عم ضيف الفطر، بضل في عندي صلصة الباربيكيو. راح نضيف صلصة الباربيكيو بعد ما يدبل عنا شوي الفطر، ما بدنا الفطر كثير يستوي، بدنا اياه يدبل شوي، ونرجع منضيف الصلصة ومنحضر الخبزات، خبزة التورتية. طبعا خبزة التورتية هون نحن مشاهدينا منجيبه او منشتريه من التعاونيات، بمطرح ما بيكون في مأكولات اجنبية منشتري الخبز جاهز، نحن ما فينا نحضره بالبيت لانه خبز جاهز بيكون خبزة التورتية. انا رح اجيب خبزة التورتية هيدا، لكن خبزة التورتية عنا اوكي مثل ما عم نشوف خبزة التورتية صار جاهز عنا بهالشكل. طبعا برجع بذكر كل المشاهدين انه نحنا فينا نقدم معها كمان من صلصة الجواكامولي او صلصة الافوكا، بتعطي نكهة كتير طيبة مع صلصة الجواكامولي. لكن مشاهدينا صلصة الجواكامولي هي عبارة عن افوكا بالاضافة للبندورة، كمان بنحط معها من الكزبرة الخضراء والكزبرة اليابسي وبصل اخضر، بيعطونا نكهة كتير طيبة. لكن عنا هون لبنة مع حبق اخضر بالاضافة للبصل، عم ندهنهم بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا، عم نحضرهم لحتى نبلش نسكب بقلبهم الخليط الموجود قدامنا على النار، دجاج بصلصة الباربيكيو. هون بلش مثل ما عم بتشوفوا الفطر بلش يدبل عنا الفطر، انا بهالوقت بدي روح جيب صلصة الباربيكيو، حضر صلصة الباربيكيو وضيفها لهيدا الخليط. لكن عندي من صلصة الباربيكيو بخلطها بهالشكل مع الدجاج. اوكي لكن مشاهدينا حطينا، طيب شوفوا شو راح اعمل، راح اعمل راح احضر حبه وارجع كفي البقاوي
لكن بهالشكل عم بحشيها مثل ما عم بتشوفوا، ورح احط عليها جبنه، وبعد ما احط جبنه بهالشكل لفها الجبنه رح تدوب على الحراره. لكن هيدا هو طبق كان لليوم، دجاج بخبزه تورتيا وصلصه الباربيكيو. لكن بعد في عنا الوصفات الحلوه رح اخبركم عنهم بعد شوي، انا ومعنا كمان ضيفه هي رح تحضر لنا اياهم. هلا بالعوده لك جوزيف. مش قادر احكي خلاص، خدوا بريك، خدوا بريك بعد شوي نكمل، خدوا بريك. بريك، انا بريك. هلا انا ما بعرف شو بصير فجأة حتى برضى على الشيف وبسامحه وبنسى كل اخطائه. اكيد بتعرفوا الجواب. ايه هيدا الجواب. بنسى كل شيء عمله كل النهار، خلاص بس شوف النتيجة اخر النهار. على كل حال انا بدي اقول لكم شغلة، انه بالنسبة للانتقام كتار منكم طبعا عندهم حب انه يردوا بقولوا طاقين، الافضل لانتم ترتاحوا ما تعملوها. خليكم هيك عايشين السلام الداخلي والرواق وانتم بتربحوا، طلعوا لقدامكم همكم حالكم، شو بدكم غيركم. رح اقول لكم هيك كم كومنت واصل منكم، هل انتم مع الانتقام ولا لا. نسرين زبيا، الانتقام ما بيفيد بكل حياتي عادي، وانا على يقين انه عند ربنا ما في شيء بيضيع. غنى عمر السيد، بنسى وبكمل حياتي، وبالعكس اي خيبه امل بتعطيني موتيفيشن وبوزيتيف انرجي وايجابيه، وبكفي وبمشي ورا هدفي. ساره لطيفه، ما بفكر بالانتقام ابدا، بس بكون اكيد حذره من التعامل مع هالاشخاص. ويسعد صباحكم وصباحك. جيهان توما، ما بنتقم، الايام كفيله تنتقم. حتى هي الكلمة ما تقولوها، مش ايام كفيلة، خلص كل واحد يروح بحال سبيل ونسوه موضوع. سهاد محفوظ، الافضل انه ننسى ونتابع طريقنا. شهاف كلي، لا انا ما في ابدا انسى، يا ريت وبرد ولو بعد سنين. لا يا شغف، انت الخسراني صراحة. خلي الانسان هو هيك يكون عنده هالسلام الداخلي والمحبة، هو اللي بيربح. عم قلك يعني مش انه اذا انتقمنا شو رح يجينا اصلا يعني. محمد سبليني، والله اخر همي. برافو يا محمد. بدير ظهره وبيمشي، انت الربحان يا محمد، مهم تكفي حياتك بايجابيه. على كل حال يعني هيك ان شاء الله قدرت تكون وصلت لكم المسج، يعني افضل انتقام هو انه ما ننتقم. انا هيك بشوف، حطوا ورا ظهركم وعيشوا حياتكم بسلاسه. بدنا نروح على السينما ولا بنروح عند الشيف؟ شو رايكم؟ يلا شيف، قبل ما نروح لعندك وعند ضيفتنا سميرة عايقي، خلينا نشوف بصالة السينما اللبنانية شو في عنا من افلام. Afternoon, Ms. Ocean. As you know, parole is a privilege. It's a mistake, but it happened. And if I were to be released, I would just want the simple life. I just want to hold down a job, make some friends. ضمن أفلام هالأسبوع فيلم الكوميدي Ocean's 8. بتقرر دابي أوشن شقيقة داني أوشن العقل المخطط الإجرامي لسلسلة Ocean's 11 أنه تجمع مجموعة من السيدات لأكبر سرقة مجوهرات بالتاريخ، مع ساندرا بولوك، كيت بلانشيت، آن هاثوي، هيلينا بونام كارتر، والفنانة ريهانا. والإخراج للكاتب والمخرج غاري روس. Can't we just go to this? Do we have to steal stuff? Yes. Is it genetic? Are the whole family like this? Literally. Five minutes. We're in, we're out, and we're rich. وفيلم الأكشن 211. عن مجموعة من الجنود من القوى الخاصة اللي بيصير معهم مشكلة مع مديرهم اللي ما عم يدفع لهم، وبيتفقوا على استرداد كل حقوقهم من خلال سرقة بنك عنيفة، مع نيكولاس كيج، سوفي سكيلتون، دوين كاميرون وغيرهم. Salut à tous, bienvenue sur ma page Facebook, the number one. J'ai avec son Chamonix. L'Everest. Le couloir en dé, c'est le Graal. Moi, ce que je veux, c'est faire des premières. On s'en fout des premières, c'est pas pour ça qu'on descend une pente.
Tout le monde arrive, personne n'y va. Tu crois pas qu'il y a une raison, non? Au film Les Mغامرات الفرنسي, tout là-haut, عن شخصين ما بيحلموا انهم يتسلقوا قمة الأفرست فقط, انما احلامهم اكبر بكتير. مع كاف ادم, فانسان الباز, بيرينيس بيجو, ميلاني بيرنيي وغيرهم. J'ai envie de descendre cette pente. Ce qui avec lui, ça fera du bien. Avec la vitesse, tu choisis ta ligne. Et tu t'élances. والله الحمد لله. يا ريت طلبت لي شي مليون دولار. انه عن جد طلبت شي مليون دولار كنت اخذت المليون وتصمتهم انا وياك على القليله. احذروا ليه؟ لانه طلبت انه ما بقى يحكي الشيف, قام اجى شيف ثاني اليوم معه الحمد لله. رح نسمع صوت سميره, ما بدي اسمع صوتك. بنص ساعه بقول لك حق بعشر جمل. صعبه. نص ساعه عشر جمل والشيف حسين نو واي ما بتزبط. على كل حال كنا بعشر وتزوقنا شي رائع جدا. طيب كثير. والعشاء كان عند الشيف حسين. قال له شو هذا الشيء يا شيف؟ شو عامل يا شيف؟ قام قال له ايه انا عاملها. مين طلع عاملها؟ سميرة عيقي. وابتدينا البحث، ابتدينا البحث لقينا سميرة عيقي وجبناها على استوديو تعمله قدامنا. هلا طبعا شيف ما في يقول انه الفاهيتا اليوم رائعة وكل اكلاتك رائعة، بس اللي رح نعمله كمان اليوم مع سميرة رائع. طب سميرة عيقي ضيفتنا اليوم بعالم الصباح. وراح تكون مع الشيف يترافقوا يعلمونا اثنين تارت. اثنين كيش. اثنين كيش. كيش. اما ما بنسميها تارت. ما فينا نسميها تارت. ما بس مش عجينة تارت هي. يعني قريبة شوي. قريبة. الكيش. بس الكيش كتير طيب. عن جد كتير طيب. خلينا نروح لعند سميرة والشيف حسين ورشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. أنا قبل ما نخبركم عن وصفتنا اليوم بيسعدني رحب بمدام سميرة عقيقة. أهلا وسهلا فيك بعالم الصباح ضمن فقرات رشة ملح. مرسي شف حسين. اليوم مثل ما قالنا جوزيف رح تحضري لنا اثنين كيش, واثنين كيش طبعا مثل نحن ضقناهم وعملنا بحث حضرتك هلا اجيتي لحتى تحضري لنا هالكيش الطيب, كيش بالشوكولا والكيش بالهليون. صحيح. مزبوط. صحيح. طيب انا وياك هلا رح نبلش بالتحضيرات الاوليه للكيش. شو رح نبلش؟ من العجينه طبعا. بدنا نبلش بالعجينه لنرجع نكفي اذا بدنا نحشيهم شوكولا او بنحشيهم مالح او حلو. اوكي. بدنا نبلش اكيد بالعجينه, بس قبل ما نبلش شف انا بحب اقول انه الكيش هي بالاساس هلا اللي عم يسمعنا بفكر كيش غنيه بالبيض, لان هي بالاساس الكيش غنيه بالبيض والكريمه والجبنه. انا اللي عم بعمله اليوم انه عم بعمل كيش كثير هيلثي كثير صحيه, ما فيها بيض لا بالعجينه ولا بالتطبيق. والعجينه تبعيتها هلا مشوف, لكن رح نبلش. اوكي. يعني اليوم الكيش نحن عاده نعرف انه الكيش كمان حتى العجينه بتنعمل بالزبده. صحيح. فاليوم رح نحضرها بزيت نباتي للعجينه. مزبوط. بعدين عن الزبده وبعدين عن السمنه. حتى الحشوه كمان رح تكون نباتيه. حتى الحشوه رح تكون نباتيه, بس ليك ما بيخلى الامر اوقات بنكون بحاجه لشقفه زبده صغيره يعني. بس هلا باللي نحن اليوم رح نستعمله رح نحضره والكيش كيش الهليوم بدنا نستعمل شقفه زبده صغيره. أوكي. بس في كثير انواع كيش لا حتى ما بستعمل فيها الزبده, ما بستعمل فيها الزيت. حتى كمان حتى بتعمل الزيت. حتى بتعملي تارت ولا بس كيش؟ لا بعمل الاثنين سوا يعني. التارت بتحطي له زبده؟ التارت بتحط له زبده شوي, بس انا يعني انا على الكيش لا بحب زيت بحب الزيت النباتي وبحب شيء شوي خفيف يعني خفيف على الصحه. شو ما فينا نقلل بيكون احسن. طيب خلينا انا وياك نبلش بالعجينه. أوكي. عجينه الكيش. لكن بهالوقت عجينه الكيش رح تحطي طحين بالجار. بدنا نقول انه 250 جرام طحين. انا بهالوقت خليني اعطيهم مقادير مقادير العجينة. لكن مقادير العجينة بدنا طحين 250 جرام, بدنا سكر نص معلقة, بدنا ملح كمان نص معلقة, بدنا زيت نباتي نص كباية, وبدنا مي ثلاث كباية. هيدي بالنسبة للعجينة. صحيح. طيب هلا بالعادة أنا بس كنا عم بعمل العجينة بفضل أفرك الزيت مع الطحين قبل ما أضيف المي ونعجنها. لكن صار في عنا طحين وصار في عنا زيت نباتي.
هيدي هي مثل ما عم تشوفوا مشاهدينا عجينة الكيش الصحية بدون زبدة وبدون بيض. هلا شو راح نضيف بعد الزيت؟ بدنا نضيف المي. مي. اوكي. لكن صار في عنا زيت نباتي، صار في عنا طحين، وصار في عنا مي. صحيح. هلا هي بالعادة العجنة مفروض تنعج، الخليط مفروض ينعجن حوالي 8 دقايق. هلا نحن رح نبلش فيها، ما رح يكون عنا أكيد 8 دقايق حتى نقدر نعجنها. من بعد ما نريحها بعد ما نعجنها فينا نريحها من حوالي نص ساعة للساعة فينا نريحها. هلا حضرتك تعرف انه بس تكون العجينة معمولة بالزبدة يمكن مفروض تنحط بالبراد. صحيح. بس لأنها معمولة بالزيت لا منا مضطرين نحطها بالبراد. نتركها بس لحتى نريحها وين ما بدكم فيكم تحطوها. صحيح. طيب. لكن هيدي العجينة. هيدي العجينة. شو رح نضيف بعد لها؟ لا بس خلص ما رح نضيف شيء للعجينة. اوكي. بس بدنا نعجنها بطريقه حطينا نص ملعقه ملح. أوكي. اول شيء انا خلطت الطحين مع نص ملعقه ملح مع نص ملعقه سكر، من بعد ما خلطتهم ضفت الزيت لالهم، عجنتها بالزيت ورجعت ضفت المي اخر شيء. اوكي. طبعا كمان فينا نحطها بالصينيه اللي بدنا اياها، فينا نحطها بقالب التار، وفينا مدام سميره فينا كمان نحطها بقلب التارت الصغير او الكيش الصغار. صحيح. الصغار. صحيح. اذا عندنا عزيمه او عندنا اعياد ميلاد او عندنا مزبوط. هي زيت العجينه بنحشيها حلو ومالح ولا لا؟ هيدي هي زيت العجينه، فينا نحشيها حلو وفينا نحشيها مالح. طيب. بس بدي اقول شغله انه نحن بس نمد العجينه بالصينيه المفروض نبخشها شوي بالشوكه قبل ما نحطها بالفرن. بنحطها بالفرن لحدود 6 لـ 7 دقائق نص خبزه، ومن بعد ما نشيلها هيدي العجنه فينا نحطها بالفريزر، فينا نفرزها ونستعملها ساعه اللي بدنا، هيدي كثير مهمه، وفينا نستعملها دغري اكيد. يعني هلا انا بتخيل انه هالقد بزياده لهلا نحن بس بيكفي نعملها بالشوكه. صحيح. قبل ما نفوتها على الفرن ما بتعود ترفق. لا ما في داعي نحط لها حمص او نحط لها حبوب هيك لحتى فيك تحط لها، فيك تحط ورقه زبده اكيد وبتعبيها حبوب حتى ما تطلع، بس بمجرد انك بخشتها بالتوارف وبالنص مزبوط هي لحالها ما رح تعود تنفخ. هلا طيب بدنا نمدها شيء ولا لا؟ هلا اليوم ما رح نمدها، ما رح نمدها، ما رح نلحق نمدها. صحيح. ما بدها ترتاح نص ساعة ورجعت. بس نحن محضرين قبل الهواء انا وياكي، حضرنا عجينة خبزناها نص خبزة، وبعد شوي رح نخبر عنها، رح نخبر المشاهدين عنها بعد شوي. بهالوقت انا وياكي خلينا نروح نحن وياكم مشاهدينا مع بريك صغير وبنرجع سوا. عودي معكم للمتابعة وعند سميرة عيي والشيف حسين. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين، صباح ومدام سميرة كمان إليك من جديد. هون نحن بلشنا بصلصة الشوكولا لحتى نلحق، لأن في عنا 2 كيش بدنا نحشي. صحيح. شفنا طنجرة على النار أو كسرولة. مزبوط. أوكي. بس بدي أقول إن هلا بدنا نحضر الكيش الهليون. يلا. لتتبيلة كيش الهليون عندنا زبدة. بدنا نضيف الزبدة. فطر. اوكي. البصل الأخضر بدنا نفرم، بس بصل أخضر وحدة بس بليز. اوكي. طيب. وبدنا نضيف الهليون كمان المقطع صغير. يلا. ايه بس زيادة. طيب رح نضيف البصل الاخضر. أوكي. رح نضيف الهليون، رح نضيف الفطر، بهار ابيض. رح نحط لها بهار ابيض. اوكي. وبهار. طب انا بهالوقت بدي بهار حلو كمان. نعم. اذا حدا بده ياخذ كيش او يوصيكي على كيش. صحيح. كيف بيقدر يوصيكي على وين الكيتشن تعودي؟ كيف بيقدر يتواصل معك؟ هلا انا عندي صفحه فرش كيش باي سمير عقيقة على انستغرام. اوكي. عندي مطبخي، ومن خلال الصفحة فيهم يتواصلوا معي، وفيهم يطلبوا على الرقم 0355839307. اوكي. اوكي. طبعا فيني يفوتوا على صفحتك الخاصة على الانستغرام، فينا نرجع نذكر المشاهدين في الصفحة. صحيح. فريش كيش باي سميرة عقيقة. أوكي. على انستغرام. اوكي. طيب.
لكن هون نرجع هذه صلصة الشوكولا رح أخبر عنها المشاهدين. حطينا كاكاو، حطينا زبدة، وحطينا سكر بودرة، مزبوط؟ صحيح. أوكي، عم نخلطها كلها مع بعض. و حطينا كمان نص كباية حليب. نص كباية حليب، أوكي. هيدي الصلصة صلصة شوكولا لكن صارت جاهزة عنا لقالب الطرف. بهالوقت إذا بدك خلينا نبلش بقالب الطرف الحلو. صحيح. هيدي هي العجينة. هيدي العجينة، صحيح. مخبوزة نص خبزة هيدي العجينة، وهيدي هي زيت العجينة اللي عم قول إنه فينا نحطها بالفريزر، فينا نفرزها، وفينا كمان نعجنها ونخبزها ونستعملها دغري. لكن هيدي هي العجينة المخبوزة نص خبزة جاهزة عنا. اوكي. طيب. هلا طبعا نرجع منفوتها كمان على الفرن بعد ما نحط بقلبها الحشوة اللي عم نحضرها هلا. اكيد. طيب، هون شو حطينا؟ ضفنا الكريمة. هون حطينا شقفة زبدة صغيرة، حطينا الفطر المقطع، حطينا بصل أخضر، وحطينا هليون مقطع. أوكي. وأكيد رشة ملح ورشة بهار، وبهار أبيض وبهار حلو. من بعد ما حركنا هون شوية منزيد منضيف الكريم فريش يعني. أوكي. طيب، هلأ رح نضيف كمان برش جوز الطيب. هيدا ال... اوكي لكن برش جوزة الطيب ضفناها فوق الكريم فريش. بنحركهم مع بعض. بنحركهم مع بعض. اوكي. طيب برجع مذكر كل المشاهدين منضموا لنا هلا من جديد بالنسبة للعجينة، عجينة الكيش اللي حضرناها لحلقتنا لليوم. بدنا طحين 250 جرام، بدنا نص معلقة سكر، نص معلقة ملح، بدنا نص كباية من زيت النباتي، وثلث كوب من المي. صحيح. هلا من بعد ما ضفنا الكريم فريش وضفنا جوزة الطيب بدنا نضيف الجبنة المبروشة. هلا فيكم تستعملوا حي لانواع جبنة اكيد. هاي جبنة موتزاريلا. هيدا جبنة كافال وموتزاريلا. اوكي. يعني شفت شاف هي كتير سريعة التحضير، بس صح. بس تكون العجينة حاضرة تطبيقها بكون كتير هين. هلا هون دغري نحن رح نحطهم بالعجينه. صحيح، عم نحطها على العجينه. اوكي. طيب خلينا نفوت نحن اول كيش على الفرن. فرن حراره 180 اكيد. اكيد. هلا بس بدنا نحطها بالفرن بدها حدود ال 15 ل 20 دقيقه حسب حراره الفرن اللي عندنا. اوكي. لكن مثل ما عم تشوفوا مشاهدينا هيدا الكيش المالح، كيش بالهليون والفطر. طبعا هون كمان برجع مدام سميرة، فينا نقول للمشاهدين كمان فيني يحضروا هالكيش بعدة وصفات، بالدجاج، بالحبش المدخن. أكيد. بالسالمون، في عنا عدة باللحمة طرق، باللحمة، بالسمار البحر، يعني عنا عدة طرق بنقدر نحضر فيها كمان الكيش. طيب. صحيح. هون حطينا بدنا ملح بس شوي. ملح؟ يلا هيدي رشة ملح. اوكي. أوكي. هلا بدنا نزين الكيش من فوق بالهليون. هلا انا مستعمله هون الهليون العلب اكيد، بس نفضي العلبه مفروض ننشفها للهليون. اوكي. لانها بتكون مي اكيد. طيب. لكن عم نحط الهليون على وجه القالب الشهي. كيش بالهليون. طبعا داخل معه ايضا مشاهدينا من البصل الاخضر والفطر. هلا نحن تركنا بصل اخضر شوي لحتى بس تطلع من الفرن نرجع نزينها بالبصل الاخضر. أوكي. وبذات الوقت بتعطيها نكهه كثير طيبه. لكن هيدي اول وصفه خالصه. صحيح. نجي على الفرن مثل ما هي. قبل الفرن بدنا نضيف لها جبنه الفته. بعد في عندنا جبنه فته لها كمان. نزيد جبنة فتة، أنا رح زيد جبنة الفتة. اوكي. أنت بهالوقت كمان رح بلش حضر، رح تبلش تحضري للكيش بالشوكولا. شو فينا نحط غير جبنة الفتة معها؟ هلا هي مع الهليون ومع السبانخ ومع الحبق بتلبق كثير جبنة الفتة. بس أوكي. من بعد جبنة الفتة أنا بحب أضيف لها الجبنة المبروشة، بتعطيها من ميلة، بتعطيها هالنكهة الطيبة وبتعطيها اللون الطيب بعد الخبز. هاي جبنة المبروشة كمان على الوجه.
لكن هون ضايفين ثلاث انواع جبنه، جبنه فتا، موتزاريلا، وفينا نقول الاشقوين. اشقوين صحيح. اوكي. هلا انا نوعين اشقوين، ما بحب كتير كثير، بس بزيد الوقت بحب اكسر طعمه المالح تبع الاشقوين الكافال. هون نحن بهالوقت انا كمان بدي ارجع اعطي المشاهدين مقادير مقادير الكيش المالح. بالنسبه لمقادير الكيش المالح بدنا كمان زبده 20 جرام، بدنا فطر مقطع 180 جرام، ملعقتين من البصل الاخضر، كمان بدنا ملعقتين من الهليون، بدنا رشه بهار ابيض، رشه بهار اسود، رشه ملح، كريمه، طبعا كريمه فريش، هون عم نحكي عن كريمه فريش حيواني، بالاضافه لجوزة الطيب وجبنه موتزاريلا مبروشه، وايضا عندنا جبنه فتا ومن جبنه الاشقوين. طيب هيدي هي لكان مقادير اول طبق. كفين. اوكي. اوكي هلا عم نشتغل على الطبق الشوكولا. هلأ يمكن هون. في كثير بيستغربوا شو الشوكولا، عم نستعمل اول شيء كيش على شوكولا، وانا اليوم حابه شغله تعطيها لك كثير طيبه، حابه ازيد الجبنه على كيش الشوكولا مع الفواكه. وبس نقول جبنه تبري يعني المفروض نكون عم نحكي عن الفواكه، لانه كثير بتلبق لها جبنه الفواكه، بتلبق لها الفواكه معها. بنحط معها بري لكن بس صحيح. نوع واحد جبنه بنحط معها. اكيد بس نوع واحد جبنه. اوكي. لكن برجع بذكر كل المشاهدين بالنسبه لصلصه الشوكولا فينا نقول عن مقادير قد ايه حطينا من الكاكاو. صحيح حطينا 4 ملاعق كبار كاكاو سكر، 4 ملاعق كبار سكر ناعم، نص كبايه حليب. اوكي. و50 جرام زبده. كلهم هون لكن حطيناهم مع بعض مشاهدينا وخفقناهم. فيكم تخفقوهم بالخفاقه الكهربائيه او فيكم تخفقوهم على ايدكم، ما عندنا اي مشكله. طيب هيدي هون جبنة دبرية. أنا بهالوقت خليني بلش نظبط الطاولة لنقدم أطباقنا قدمناهم لحلقتنا لليوم. من بعد ما حطينا جبنة البريه بدنا نضيف الشوكولا المر. أوكي. الحبوب فوقه. كان عم نضيف شوكولا مر، وايضا بعد في فواكه. اكيد بعد في فواكه، وايضا كمان رح نضيف اصابع شوكولا. هيدي الشغله الغريبه يمكن يلي مش الكل رح يتقبلها، بس فعلا بتعطي نكهه كثير طيبه. رح نضيف الكرامبري. اوكي. طبعا فينا كمان نضيف من انواع الفواكه الموسميه. اكيد اكيد فينا نعمل، بس دائما بس بدنا بس نكون عم نشتغل بهيدي الطريقه بدنا نعرف اي جبنه يعني بتلبق مع اي نوع شوكولا ومع اي فواكه. صحيح. هون كمان. صحيح. بتعرف بس ساعات كنا عم تاكلها طعمه الحموضه تبع هيدي الفواكه مع الشوكولا والجبنه بتعطيها نكهه فعلا كثير لذيذه. لقطه لقطه وشكه. طيب كتير. اوكي من بعد ما بدنا نضيف اصابع الشوكولا. بدنا نضيف اصابع الشوكولا بس بدنا السكين نضيف اكيد. طيب هيك اوكي هيدي منيحة. هلا هون المفروض نصغرهم. طيب هون خلصنا من الحليب، خلصنا من جوزة الطيب. صحيح. اوكي. هون كل ال خلصنا كل شيء لكان. إذا لاحظت إنه التطبيق تبعها كثير سريع. كثير سهل وكثير هين. والحلو فيها إنه فيك تحضرها وتخبزها بعد يوم بعد كذا نهار يعني منك مضطر تخبزها دغري إذا ما قدرت، وبذات الوقت بتضلها نكهتها فيها. بدها بحدود العشرين دقيقة بالفرن. فينا أقل. فينا نحطها بالثلاجه مع الفواكه تاعولها. فينا نحطها بالثلاجه بس انا من هاي دول القصص ما بحب يعني كل شيء بتحطه بالثلاجه يمكن بيفقد شوي من نكهته. اه شفت هيك صار. لا بحب خبرك انه بحب خبرك شغله انه اليوم نعم. انا ناسب المطبخ لسميره مش لك. اه هلا انا ما راح انسى طبعا اول شيء قبل ما احكي مع سميره ما راح انسى انه الفاهيتا يلي عملتها
مش هاي الدجاج بالبابريكا. صحيح بالبابريكا اللي هي نوع انا كله بسميه فاهيتا اللي بشوفه هيك بالتورتيا، بس انه فظيع فظيع. خلينا نشوفها على الهواء. فظيعه والطعمه رائعه جدا. برافو شيف. هيدا بالنسبه للشيف حسين. اما بالنسبه لسميره، سميره ما فيك بتطلب المغفره بالبدايه على الطعم اللي بندوقه من عندي. كثير طيب التارت، ما فيها زبده صح. يعني فيها زيت بس، فيها فواكه طبيعيه كمان، هي شغله كثير مهمه. نفس الشيء هيدا بعد ما فوتني جوزيف على الفرن على حراره 180، صار عندنا بهالشكل 180 ل 20 دقيقه 20 دقيقة أو أقل شوية حسب قوية الفرن كل شخص. طبعا هلا ليك شيف شو عم زاد لهم شوي نار، إيه حتى يطلعوا شوي محروقين. ما عارف شو عم يعمل، ما عارف شو عم يعمل. زاد لهم شوي نار. خلص أنتوا تطلعوا على هيدي. هيديك منا موجودة. لا طبعا اثنيناتهم طيبين. هون يمكن زدنا شوي عليها النار من شوي على الهواء. رائعين. الطعمة كثير طيبة. وهيدي السلاد كمان اللي عملها الشيف اللي هي بالقمح والزيتون والفواكه. يعني اذا انا صاروا كل اصحابي على تليفون اغلبيتهم شفيه. الله راد بعد كم سنه رح تشوفوني هلا. ما بنشوفك شايفينك عن كل يوم انت بتعمل سبورت. الله يخليك فما بنشوفك حبيبي يا شيف. انا بدي اتشكر الشيف طبعا. سميره اختصاصك تارت ولا في امور ثانيه ممكن تعمليها؟ لا انا بعمل اكيد كل شيء غريب وكل شيء جديد. يعني اذا لاحظت قصه الشوكولا ما كتير متعارف علي انك تجمع الشوكولا مع الجبنه. نعم. الانتريات والسلادات كل شيء غريب بجرب اشتغل عليها. بجرب انا الف اذا بدك المنيو مثل ما بدي. نعم. وطبعا اللي بحب يوصي سميره مثل ما قالت هي بمطبخها بمنطقه الزوق. لا بمنطقه بيت الكيكو. بيت الكيكو اوكي. انا بتشكرك وبتشكر كل جهودك اللي عملتيها معنا اليوم. حندوق اكيد بين المالح وبين الحلو. كيش بلا زبده صحيه لكل يلي ما خاصه نحن بمنطقتنا في كثير كوليسترول. يعني بلا زبده وبلا بيض افضل كثير وبلا بيض كمان. على كل حال نحن ان شاء الله بنشوفك مره ثانيه كمان معنا بالعالم الصباح وبتعلمينا قصص جديده. مثل ما عرفتوا وصلتكم اثنين كيش شيف زيف. انا هلا بدي اقول لك انه انت نعم. بتعمل اربع طبخات كل النهار. نعم. عملنا طبختين 10 دقائق. انه 10 دقائق بس سميره عملته. لا بس هودي انا وسميره كنا عم نحضرهم جوزيف من الصبح. أوكي. فحضرناهم من الصباح. لك لك يعني فضل انت كمان طبعا. لك فضل سميره اكيد. فضل. اذا سميره عي كانت ضيفتنا اليوم بعالم الصباح، وطبعا ان شاء الله بنشوفها بايام جايه. شيف كل يوم انا اشوفك، كل يوم نتعلم طبختك الرائعة والطيبة كمان. نحن وياكم عالم صباح جديد بكرة الساعة 10 بتوقيت بيروت. بقولكم ما تنسوا الرسالة اللي حاولت وصلكم إياها اليوم، الانتقام بتعب صاحبه. وقد ما فينا نسامح وننسى ونحط ورا ظهرنا ونكمل حياتنا والهدف اللي قدامنا نحن بدنا نوصل له، ما نكب الملامة على غيرنا. عنا العادة إنه نقول حق عليهم مسؤوليتهم. هي مسؤوليتنا، هي حياتنا، هي نجاحنا، هي استمراريتنا. نحن اللي قادرين نعمل ونوصل ما حدا غيرنا أبدا. لأحلى انتقام بالحياة وأفضل انتقام بالحياة هي إنه ما تنتقموا. حبوا حبوا وحبوا. بدي اسالك سؤال. نعم. بمال بدنا ننتقل لمكه المكرمه؟ طبعا رح ننتقل نحن وياكم يوم الجمعه استثنائيا بيكون. تفضل خي قدم على المصطفى. عم ذكر هي هالكرسي فاضي، روح اذا بدك. لا عم ذكر كله بده هالكرسي يا خي، خذها لهالكرسي. انا بدي اقول طبعا للمشاهدين يوم الجمعه استثنائيا نحن بنختم ابكر شوي لنروح مباشره لمكه المكرمه مع صلاه الجمعه بكره. عالم صباح جديد الساعه 10 بتوقيت بيروت مع ضيوف كتار، ومثل ما بتعرفوا يوم السبت والاحد بيكون مختلف كليا عن بقية أيام الأسبوع. أنا شخصيا بشوفكم يوم الأحد. إلى اللقاء.